يا صباح الخيرات على كل حضراتكم ونهاركم جميل ان شاء الله. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، اكيد هنتكلم من خلالها كما عودناكم دائما عن كل اخبار وكل مستجدات النادي الاهلي، ولا سيما طبعا الفريق الاول لكره القدم، بالاضافه لكل طبعا انشطه كل الفرق الرياضيه المختلفه في النادي الاهلي. موضوعات مهمه هنتكلم فيها في حلقه النهارده الى جانب مجموعه من الضيوف كالعاده. نهاوند هي اللي هتعرفنا عليهم. صباح العسل. بونجور جدا. بونجور. صباح الفل عليك. صباح النصر والسعاده لكل حضراتكم، تابعونا من كل مكان في العالم. العالم صح كده؟ زي الفل، طالعه زي الفل. وعلى هتاخد الحلقه في حته تانية خالص. بص بقى، عايز اقول لك على حاجه. امبارح كان يوم مميز واحنا ما قلناش. امبارح كان 21/2/21 ده ممكن يبقى تاريخ تعمل فيه خطوبه فرح. ايوه صح. بس على كل حال طبعا حلقه جديده، وزي ما كريم قال كده احنا بنحب ننوه في بدايه الحلقه مع حضراتكم على الفقرات اللي بتكون معانا. احنا معانا النهارده فقره لمتسلقه جبال، وهي اصلا لعبه سله في الاهلي سابقا، وفقره ثانيه مع سيدات السله تحت 18 سنه، والفقره الاخيره اكيد لازم هنتكلم فيها بقى عن الكوره ومباراه الاهلي وسيمبا التنزاني مع الكابتن فتحي نصير نجم الاهلي السابق اللي هيكون منورنا النهارده ان شاء الله. لكن ده بطبيعه الحال مش معناه باي شكل من الاشكال ان احنا أيوة. مش هنتكلم دلوقتي حالا عن النادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم، ونقول له احنا دايما كالعاده وراك يا اهلي في كل مكان. السنه دي العشرة يا اهلي ان شاء الله باذن الرحمن، طبعا مباراه قويه غدا ان شاء الله بيستعد ليها النادي الاهلي. الاهلي طبعا اللي معودنا دايما انه بيسعى دائما لتحقيق يعني نتائج مرضيه وانتصارات ايا كان مين هو الفريق المنافس. طبعا بكره ان شاء الله اكيد بيسعى بطبيعه الحال لتعيين نتيجه ايجابيه امام بطل تنزانيا، لا سيما ان قدر لاعبي نادي القرن هو المنافسه دائما للفوز والتتويج وتحقيق طموحات جماهير النادي اللي اصبحت في الفتره الاخيره بصفه خاصه بتبحث فقط عن النجمة العشرة، وربنا يصلح الحال إن شاء الله ويحصل. صحيح الكلام ده جدا ومظبوط كده. الأهلي زي ما بيتقال بيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية بحثاً عن صدارة المجموعة. موعدنا بكرة بإذن الله نشوف مباراة قوية، الساعة هيكون 3 تحديدا العصر في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. عايزين نقول كمان إن أكيد لازم نبقى عارفين إن الطرف الثاني في المباراة هو قوته قد إيه، وده اللي بيبقى حريص عليه دايما يعني بيتسو موسيماني. هو بيتكلم دايما إن إحنا ما بنستهونش بأي فريق، أي خصم لينا، أي مباراة مهمة جدا. فريق سيمبا التنزاني هنا كمان لو هنتكلم يعني يمكن اختلف عن المواسم الماضية، أصبح مميز بشكل كبير جدا، حقق كمان فوز مهم في مباراته الأولى أمام فاتا كلاب لو كلنا تابعنا بدور المجموعات. ده غير كمان أنه بيتمتع بجماهيرية كبيرة جدا على ملعبه، إحنا بنتكلم أن قد يصل يعني عدد الحضور ل 30,000 متفرج، ده في مواجهة الأهلي في ظل خلو تنزانيا زي ما احنا عارفين من فيروس كورونا. ده كمان لما بنتكلم على 30,000 متفرج، ده يعني نصف تقريبا ساعة استاد المباراة المفروض أن هو بيبقى أي استاد تقريبا 60,000 متفرج. على كل حال احنا لازم نبقى دايما عارفين ان جمهور الاهلي دايما في ظهره، وان شاء الله زي ما انت قلت العشاء تكون من نصيب الاهلي. الى جانب بقى كمان يعني مدى او حجم قوه الفريق سيمبا التنزاني اللي اكيد ان شاء الله كلنا هنشوفها مع بعض بكره من خلال المباراه، والى جانب يعني شويه تفاصيل كده متعلقه يعني ماتش بكره واكيد هنتكلم فيها في سياق حلقتنا النهارده، برضو بيكون في دايما مساحه كافيه لوجود عوامل اخرى هيواجهها النادي الاهلي بكره ان شاء الله، زي ما قال طبعا كابتن سامي قمصان في تصريح مؤخرا ليه. طبعا النوع ده من الامور او العوامل دي بتزود من صعوبه مواجهه سيمبا التنزاني، خصوصا تفصيله زي درجه الحراره والرطوبه المرتفعه للغايه في تنزانيا، وطبعا ده اللي بيسعى النادي الاهلي لتفاديه. عشان كده كان قرار صائب جدا فكره ان هم يروحوا مبكرا الى تنزانيا عشان يتعايشوا مع الاجواء ومع حاله الطقس اللي يعني اقل وصف ليها ان هي مختلفه كل الاختلاف عن الجو موجود عندنا هنا في مصر. بالظبط. الجهاز الفني كمان بقياده باتشو موسيماني المفروض بيضع جوانب من التكتيك والفنيات عشان يقسم المران ده على فترات لتفادي طبعا متغيرات الطقس. الطقس هناك مختلف تماما، يعني احنا بنتكلم هنا شتاء، هناك صيف جدا. الكابتن سامي قمصان كمان اكد جاهزيه جميع اللاعبين للمباراه، خصوصا ان التحضير بدا مبكرا بدراسه هنا الفريق المنافس من خلال الفيديو. كمان في ثقه في كافه عناصر الفريق، وده يمكن نقدر نقول ظهر بشكل كبير في مباراة المريخ السوداني الأخيرة في دور المجموعات اللي كلنا أكيد تابعناها. نروح بقى للأب
اللي دايما بيكون مهتم ودايما بيتابع اولاده اول باول. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان حريص على اجراء مجموعه من الاتصالات الهاتفيه مع محمد الضماطي عضو مجلس الاداره ورئيس بعثه النادي الاهلي في تنزانيا للاطمئنان على الفريق وعلى كافه اجراءات الاقامه وانتقالات البعثه واللاعبين استعدادا لمواجهه فريق سيمبا التنزاني غدا ان شاء الله. من جانبه اكد محمد الضماطي عضو مجلس الاداره ان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي على تواصل دائم معاه باستمرار للاطمئنان على البعثه وعلى كافه الترتيبات يومية للفريق في تنزانيا. كابتن محمود الخطيب نقل أمنياته وأمنيات مجلس إدارة النادي يعني لكل اللاعبين وللجهاز الفني وثقته في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تنزانيا. وأوضح الضماطي أن كافة ترتيبات البعثة تسير على النحو الأمثل من حيث الالتزام والانضباط. طبعا دي حاجة احنا متعودين عليها دايما في كل معسكر من معسكرات الفريق الداخلية وحتى الخارجية. كلام محترم. وهضيف هنا ان فريق كمان الاهلي امبارح عمل تقسيمه قويه ده خلال المران الثاني في تنزانيا، ركز فيها المدير الفني موسيماني على تنفيذ مجموعه من التعليمات والجمل الفنيه المحدده. وخلينا نقول ملاحظ كمان ان موسيماني قام بايقاف المران اكتر من مره عشان يواجه اللاعبين، وده ياكد يعني ناكد على شيء بياكد كل خطوه هناك بتكون محسوبه استعدادا طبعا للمباراه. عايزين نقول كمان لحضراتكم ان موسيماني امبارح عمل اخر المران شويه لان كانت الارضيه هناك ارضيه الملعب وحشه جدا يا كريم، الارضيه كانت سيئه يعني. فبيتس موسيماني وكان معاه كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره قاموا باستدعاء هناك مسؤولي الملعب عشان يصلحوا بقى الجانب غير المستوي من ارضيه ملعب المران. طبعا حرصت على سلامه اللاعبين، انت عارف الملاعب اللي زي دي ممكن يعني لا قدر الله يبقى فيها اصابات للاعبين. وده اكيد تفادي ليه. بيتس موسيماني كمان خليني اقول لحضراتكم عقد جلسه قصيره مع محمود كهربا تحديدا لاعب وسط الفريق على هامش المران وحرص على توجيه بعض التعليمات الفنية المحددة للاعب. مرة تانية بنقول توفيق إن شاء الله للفريق، وزي ما بيتقال كده وراك يا أهلي في كل مكان. إن شاء الله بكرة بإذن الله نشوف مباراة قوية ونهاية مرضية لكل جماهير النادي الأهلي بإذن الرحمن. والنادي الأهلي كالعادة حقق انتصار مرضي ومشبع لجماهيره ولعشاقه. تعالوا بقى نتابع مع حضراتكم من خلال هذا الفيديو او الفيديو جراف حاله الطقس وتوقعات درجات الحراره والجو اللي احنا مش فاهمين له اول من اخر ده، له شتاء وله ربيع، هو حاجه الديمي سيزون في النص كده. عموما نشوف درجات الحراره ونرجع نتكلم بالتفصيل عن توقعات درجات الحراره الايام اللي جايه كمان. اتفضل. طيب خلونا نتعرف على المزيد من التفاصيل المتعلقه بحاله الطقس ودرجات الحراره المتوقعه خلال الكام يوم اللي جايين ان شاء الله من خلال دكتور محمود شاهين مدير اداره التنبؤات الجويه بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك. صباح الفل على حضرتك كريم، اهلا بيكم يا فندم وكل الساده المشاهدين وكل مشجعي الاهلي. منور الدنيا، اهلا بيك يا فندم. وعايزين نعرف بقى من حضرتك احنا ايه النظام يعني باختصار كده، احنا مش فاهمين حاجه يا فندم، نتصرف ازاي؟ معلش، هي دايما دايما نهايات الفصول بتبقى كده ايه يعني ملخبطه الدنيا. هو احنا كده الشتاء بينتهي؟ يعني فاضل لنا حوالي اقل من شهر على نهايه فصل. احنا اتكروتنا الشتويه دي جامد. ما فيش شتاء اصلا. فالثلث الاخراني دايما من كل شهر من كل فصل بتبقى العمليه ايه يعني فيها شويه دربكه، خصوصا انت داخل على فصل تقلبات جويه اصلا حاده وسريعه زي الربيع، فتبقى الاجواء مضطربه بشكل كبير. احنا شفنا طبعا الحاله اللي فاتت بتاعه 3 و4 اللي فات، مظبوط،
كان اقل درجات حراره سجلت في الشتاء هذا العام، سجلت الثلاث والاربع اللي فات، بالاضافه لنشاط الرياح والامطار اللي شفناها والثلج اللي نزل في بعض المناطق، يعني ما يا دوب ريحنا جمعه وسبت. يعني كمان كان في مطر خفيف الجمعه القاهره، بعد كده سبت وحد بدات النهارده حاله عدم استقرار على المنطقه الغربيه، السلوم ومطروح وشويه وهتخش على اسكندريه، امطار متوسطه لغزيره. بكره الثلاث ان شاء الله هتبدا تشمل الامطار باقي محافظات شمال البلاد بصفه عامه، كل وجه البحري، القاهره الكبرى، شمال ووسط وجنوب سيناء، ممكن توصل المطر لشمال الصعيد، بالاضافه طبعا للمدن المطله على خليج السويس بالكامل. هذه الاماكن طبعا معرضه لسقوط امطار متوسطه، ممكن تكون غزيره في بعض الاماكن ورعديه طبعا. نشاط الرياح هيكون اقل من الحاله اللي فاتت، الحاله اللي فاتت كان نشاط الرياح قوي جدا وتسبب في يعني مشاكل كتير، ويزود الاحساس بالبروده كمان لما يكون في وكان مزود احساسنا بالانخفاض بتاع الحراره. لا هو في نشاط رياح بس مش بالقوه بتاعت الحاله اللي فاتت، برضه انخفاض الحراره مش بنفس قوه المره اللي فاتت، القاهره المره اللي فاتت سجلت 12 درجه مئويه العظمى يوم الاربعاء، لا ان شاء الله بكره باذن الله الثلاث متوقع من 15 16 درجه مئويه، فيعني تعتبر حاله متوسطه من حالات عدم الاستقرار. طيب دكتور محمود طبعا بصبح على حضرتك واهلا بحضرتك. عايزه اروح معاك لو تسمح لي، يعني هخرج بره مصر، لو نروح لتنزانيا واحنا عارفين حاليا طبعا الجو هناك صيفي يعني شديد الحراره، واللاعبين بتوعنا هناك الفريق بتاعنا هناك، ويمكن هناك في نوع من الرطوبه يعني الحر الشديد، يمكن مصر في الصيف بتكون حر لكن هناك يعني درجات الحراره مرتفعه بشكل اكبر، فخلينا نطمن على اللعيبه هناك، خلينا نعرف كده الدنيا هتمشي ازاي، برضو ده ممكن يؤثر يعني بفكره احنا برضو كمصريين مش واخدين على الرطوبه الشديده دي. اتفضل يا فندم. في البداية طبعا احنا بنتمنى ان شاء الله الاهلي يكسب ويرجع لنا اكيد باذن الله. اكيد ان شاء الله. الجو طبعا هناك درجة الحرارة فعلا من 25 26، يعني درجة الحرارة ايه مرتفعة شوية، الرطوبة عالية، بس وجودها على المحيط بيخلي فيه فرص امطار، ففي هناك فرص امطار طبعا، امطار متوسطة ممكن تشد شوية، خصوصا طبعا يعني بيبقى في فترات الليل، بس الحمد لله ماتش على الساعة 3 في مطر بس مش هيبقى بالقوة بتاعت فترات الليل. تمام. يعني هم أكيد طبعا هم هناك معاهم أكيد مستعدين طبعا، المسترزات بتاعت المطر موجودة، ويعني هي بس فرص الأمطار دي هي ممكن تبقى فيها مشكلة شوية بس مش هتبقى غزيرة بإذن الله. طب أنا عايز أسأل حضرتك فكرة أصلا الرطوبة، يعني إحنا بنروح مع حضرتك كده في كل حاجة بتحصل أو ظاهرة بتحصل عشان تقول لنا نتصرف إزاي، اتكلمنا مع حضرتك قبل كده في الشبورة، دلوقتي رح نتكلم عن الرطوبة تحديدا، المفروض البني آدم يتصرف إزاي لما تبقى الرطوبة عالية، يعني إيه الإجراءات المفروض نتخذها؟ هو بالنسبة في مصر هنا بقدر الإمكان ما نكونش قاعدين في أماكن مقفولة، لأن طبعا كمية الرطوبة بتاخد حجم كبير في كتلة الهواء اللي موجودة، فبتاخد مساحات بقية الغازات، يعني بتقلل بقى من كميات الأكسجين في الكتلة الهوائية اللي موجودة، فعشان كده دايما لازم الكتلة الهوائية دي تكون متجددة عشان تجدد لي دايما كمية الأكسجين اللي أنا بحتاجها في جسمي أو اللي أنا بتنفسها. فكل ما يكون المكان مغلق أو مقفول كل ما يكون عملية التنفس صعبة أثناء الرطوبة العالية. والمية مثلا نشرب مية كتير يعني مع يعني شرب المية يعني إلى حد كبير ما بيأثرش، ملوش دعوة موضوع الرطوبة ملوش علاقة. طيب. بس هو طبعا تجديد الهواء دايما والكتلة الهوائية مع المجهود، لو في ماتش أو حاجة والرطوبة عالية ببقى عايز كمية أكسجين أكتر. تمام. ومع أي مجهود بحتاج كمية أكسجين أكتر، فمحتاج كل ما الرطوبة تكون عالية كل ما عملية التنفس بتبقى صعبة. حتى لو المكان مفتوح خصوصا في الاماكن اللي فيها الرطوبه بتوصل ل 100% دي فبتبقى صعبه شويه. طيب. انما الحمد لله هي الايام دي في مطر، فوجود مطر هناك برغم الرطوبه العاليه بيقلل كميه الرطوبه، يعني الرطوبه يصلح الحال ان شاء الله ما بيبقاش في اي انعكاسات سلبيه يعني على مساله الرطوبه بصفه خاصه، يعني على موضوع المطر لو امطار متوسطه بيمشي الحال، لكن فكره الرطوبه ونقص الاكسجين فمع مجهود بدني وجري وسبرنتات رايح جاي، ويعني ربنا يصلح الحال ان شاء الله، وان شاء الله بكره يعني ما يبقاش في اي انعكاسات سلبيه لدرجات الرطوبه المرتفعه او نسبه الرطوبه المرتفعه على اداء لاعبي النادي الاهلي. احنا بنشكر حضرتك يا دكتور محمود جزيل الشكر، نورتنا واسعدتنا كالعاده وافدتنا ايضا كالعاده. احنا بنستاذن حضراتكم، هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل فقراتنا وكلامنا. اتفضل.
نرحب بحضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي فقره مراسلنا، ونروح بقى نتابع اخر الاخبار، اخبار النادي الاهلي فرق المختلفه مع زميلتنا العزيزه سالا حامد، هي موجوده دلوقتي في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا بنصبح عليكي انا وكريم، صباح الخير، اتفضلي. يا صباح الفل، بصبح عليكي زميلتي العزيزه نهاوند وزميلي العزيز كريم، واكيد بصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. انا دلوقتي معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الاخبار والامور وجميع المباريات لجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي. والنهارده ان شاء الله يعني اول مباراه وهتكون يعني سيدات السله بعد فوزهم على نادي هليوبلس الجمعه الماضيه والتاهل للمباراه النهائيه في بطوله كاس مصر. سيدات السله النهارده ان شاء الله تحت قيادة الكابتن علي هاشم بعد يعني استعدادات قوية في التدريبات، النهاردة هيواجهوا نادي سموحة على صالة نادي سموحة في مدينة الإسكندرية الساعة 6 في بطولة الدوري السوبر للسيدات. كمان النهاردة إن شاء الله هيكون في 3 لاعبات هيغيبوا عن مواجهة سموحة في الفريق، وهم نور علي طلعت، نادين سلعاوي، ومي حلوة. يعني نور علي طلعت هتغيب عن مباراة اليوم بسبب إصابتها بفيروس كورونا، ولكن يعني في الساعات الماضية طلعت أو ظهرت نتيجة المسحة الثانية اللي أجرتها نور أمس، والحمد لله يعني المسحة النتيجة طلعت سلبية، وبكده إن شاء الله يعني الايام القادمه هيتحدد موقفها من المباراه القادمه مع الفريق واللي هتكون امام نادي سبورتنج في المباراه النهائيه من بطوله كاس مصر يوم الجمعه، يوم عفوا السبت المقبل. كمان نادين سلعاوي هتغيب عن مباراه اليوم بسبب اصابتها بجزع في غضروف الركبه، ومي حلوه بسبب مزق في السمانه. والنهارده ايضا يعني ان شاء الله طبيب الفريق هيحدد موقف اللاعبتين من يعني هما النهارده هيغيبوا عن مباراه سموحه، ولكن هيتحدد النهارده موقف اللاعبتين من المباراه القادمه واللي هتكون يعني مباراه نهائيه في بطوله كاس مصر امام نادي سبورتنج. وهيحدد يعني النهارده ان شاء الله وهيطمن الكابتن علي هاشم المدير الفني للفريق على حالتهم والمده اللي هيغيبوها عن التدريبات الجماعيه والمده برده اللي هيحتاجوها عشان يبداوا في البرنامج التاهيلي والعلاجي اللي هيكون تحت اشراف طبيب الفريق. يعني 3 لاعبات طبعا بتمنى لهم الشفاء وان هم يكونوا متواجدين مع الفريق في مباراه سبورتنج المباراه النهائيه في بطوله كاس مصر، لان هم يعني يعتبروا من الثلاث لاعبات الاساسيات واللي دايما بيكونوا متواجدين في التشكيله الاساسيه مع الفريق. كمان رجال السله النهارده ان شاء الله هيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي الساعه 8 مساء على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي، وده هيكون في اطار استعدادات الفريق لعوده المباريات مره اخرى في بطوله الدوري السوبر للرجال. المباريات هتعود الشهر المقبل شهر مارس يوم 1 مارس، واول مباراه ان شاء الله للنادي الاهلي هتكون امام نادي الجزيره الساعه 6 بمقر النادي يوم 1 مارس. طبعا خلينا نفكر السادة المشاهدين ان يعني المباريات في بطولة الدوري توقفت بسبب مشاركة منتخب مصر لكرة السلة في المرحلة الثانية من تصفيات بطولة افريقيا والمقامة في تونس. كمان خلينا نتكلم شويه عن رجال الطايره، والنهارده ان شاء الله يعني بعد ما فازوا على نادي هليوبلس يوم ايضا الجمعه الماضيه بنتيجه 3-0 رجال الطايره او الماسترز النهارده ان شاء الله هيواجهوا نادي الترسانه الساعه 8 مساء على صاله ميت عقبه في الادوار النهائيه من بطوله الدوري العام للكره الطايره. وسيدات الطايره النهارده ان شاء الله هيكون في مباراه وديه هتجمع بينهم وبين منتخب الناشئات لكره الطايره. المباراه النهارده الوديه هتكون الساعة 5 مساء على صالة استاد القاهرة الدولي، ودي هتكون النهاردة إن شاء الله يعني هواند بدلا من التدريبات للفريق، وده هيكون في إطار استعدادات الفريق للمباراة القادمة واللي هيواجه فيها النادي الأهلي نادي دلفي يوم الجمعة القادمة في مدينة الإسكندرية الساعة 4 في بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة. ويخليني اقول لك اني برضو ان هواند وكريم انه النهارده كان من المقرر ان مباراه دلفي تكون النهارده يعني تقام في مدينه الاسكندريه، ولكن تم تاجيلها من قبل الاتحاد المصري للكره الطايره ليوم الجمعه القادمه. استكمالا لاخبار جميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي، خليني برضو اتكلم شويه عن كره اليد داخل النادي. ورجال اليد النهارده ان شاء الله هيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي استعدادا للمباراه القادمه امام نادي الاولمبي، المباراه اللي هتقام يوم الخميس المقبل الساعه 6 على صاله حسن مصطفى. وسيدات اليد النهارده ان شاء الله ايضا هيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي استعدادا للمباراه القادمه مباراه غد امام نادي الطيران واللي
هتقام هنا ان شاء الله بمقر النادي الساعة 4 العصر، ودي هتكون في الدور الثمانية من بطولة كاس مصر. زميلتي نهاوند، زميلي كريم، يعني دي كانت ابرز واهم الاخبار وجميع المباريات اليوم لجميع الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي الاهلي. والان العودة مرة اخرى للاستوديو. تغطية جميلة جدا منك يا سلام، اشكرك عليها. بس عايزة اروح معاكي سريعا لنقطتين بس، علشان دلوقتي لو حد بيتابعنا وعنده اي مشوار، حد نازل الشغل، اي مصلحة بيقضيها، اخبار المرور ايه وانت جاية في الطريق؟ وتاني حاجة، الجو دلوقتي نقدر نقول يعني الناس تلبس تقيل ولا حاليا؟ احنا بنتكلم برضو يعني اعتقد الجو دلوقتي بقى افضل. ما انا وكريم نزلنا، احنا نزلنا يمكن 8 الصبح او 7، فبيبقى جو مختلف. فطمنينا برضو كده منك. خليني اقول لك زميلتي نهاوند، يعني يمكن انا وانا جايه من طريق شارع مراد وشارع الهرم والدقي كانت الحاله المروريه يعني جيده، ما كانش فيه زحمه. يعني لو كان فيه زحمه بيبقى فيه زحمه بسيطه جدا. فخليني اطمن يعني الساده المشاهدين وجميع اعضاء النادي الاهلي اللي حابب ان هو يجي النادي في الفتره الصباحيه، يعني دلوقتي في الساعات الاولى من صباح اليوم يقدر يجي، ما فيش اي مشكله. يعني الحاله المروريه جيده في الاماكن القريبه من النادي الاهلي، يعني سواء كان شارع مراد، طريق يعني الدقي، العجوزة، الزمالك، كل الطرق يعني الحمد لله الحالة المرورية فيها جيدة. كمان خليني أطمنك وأطمن السادة المشاهدين يعني على الجو، لو حد حابب أنه يجي النادي في الفترة دي، الفترة الصباحية، يعني ممكن يلبس عادي، لا تقيل ولا خفيف. يعني الجو يعني في انخفاض درجات الحرارة، لكن برضو يعني في شمس شوية، فيعني الجو دافي، الواحد يقدر يجي النادي ويعني مش لابس تقيل قوي زي مثلا 8 الصبح لما بنيجي ننزل، او يعني يلبس خفيف. يعني الجو جميل، اقدر يعني اقول اعضاء النادي الاهلي اللي حابب ان هو يجي النادي ويستمتع بالاجواء هنا يجي، مفيش اي مشكله. هايل جدا، ويمكن افضل فعلا من الايام اللي فاتت الجو حاليا. شكرا جدا ليك يا سالة. شكرا. طيب تعالوا بقى نروح مع حضراتكم على مقر موقع يلا كوره مع مراسلتنا وزميلتنا العزيزه مريم سميح اللي هتعرفنا على اهم الاخبار الرياضيه والمنشطات الموجوده في كل الصحف والمواقع المحليه والعالميه، واللي بالمناسبه من ضمنها منشط ملفت للنظر ليه علاقه بميسي اللي توجه برساله عزاء لرونالدينيو. طبعا اكيد هنحب نعرف تفاصيل هذا المنشط، وبالمناسبه هيكون كمان معاها لقاء مع الاستاذ ايمن جلبرتو مدير نشر في موقع يلا كوره. صباح الفل عليك. بصبح عليك يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وكمان بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا زي ما انت قلت يا كريم بالظبط، معانا عدة عناوين من مختلف المواقع والصحف المحلية والعالمية، وكمان طبعا هيكون معانا ضيفنا العزيز الأستاذ أيمن جلبرتو الناقد الرياضي ومدير النشر بموقع يلا كورة عشان نتناقش معاه في كل هذه العناوين. ولكن زي ما احنا متعودين خلينا الأول نفكر كل مشاهدينا في بداية فقرة الصحافة بأبرز مباريات اليوم في الدوري المصري. سموحة والمصري في تمام الساعة 7:30 مساء، كمان سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة في تمام الساعة 2:30 ظهرا، كمان في الدوري الإنجليزي برايتون وكريستال بالاس في تمام الساعة 10 مساء، وفي الدوري الإسباني أوساسونا وإشبيلية في تمام الساعة 10 مساء، كمان من الدوري الإيطالي يوفنتوس وكروتوني في تمام الساعة 10:15 مساء. خلينا ننتقل لأبرز العناوين اللي هتكون معانا النهاردة في فقرة الصحافة. من الشروق، بواليا يقود هجوم الأهلي أمام سيمبا، اتجاه لتأمين وسط الملعب، عبد الحفيظ مواجهة بطل تنزانيا لن تكون سهلة، والمنافس يعيش فترة فنية مميزة، ولا يوجد أي شكوى رسمية بخصوص لقاء المريخ. أما من موقع يلا كورة، قائمة المحترفين وإجراءات كورونا، يلا كورة يكشف كواليس تنظيم معسكر منتخب مصر. كمان من اليوم السابع، مدير بطولة كأس العالم للرماية يكشف تفاصيل البطولة وآخر الاستعدادات للتنظيم. وأخيرا من بوابة أخبار اليوم، ميسي يوجه رسالة عزاء لرونالدينيو. طبعا بيشرفنا أن يكون معانا الأستاذ أيمن جلبرتو، طبعا يعني الناقد الرياضي ومدير نشر موقع يلا كورة، علشان نتناقش معاه في كل هذه العناوين. بصبح عليك طبعا في البدايه يا ايمن، والبدايه دايما معانا عن الاهلي، مباراه غد يمكن يعني في عده عناوين، سواء العنوان الرئيسي او العناوين الفرعيه، بواليا يقود هجوم الاهلي. كمان زي ما احنا اتكلمنا قبل الهوا، يمكن كنا بنتكلم عن كان في اختلاق ازمه يعني اعلاميه، ولكن على ارض الواقع ما كانتش موجوده بخصوص مباراه المريخ. عايزه اعرف رايك بخصوص الموضوع ده. طبعا اهلا بيكي واهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي وكريم.
نهاوند. طبعا مباراة النادي الأهلي بكرة هي مباراة مهمة جدا. ناخد من تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ ان فعلا سيمبا التنزاني الفترة دي بيعيش فترة مميزة. الفريق كان قبل المباراة بتاع دوري ابطال افريقيا عمل دورة ودية كده عنده، كان في مازيمبي وكان في الهلال السوداني كمان، عندهم حضور جماهيري قوي جدا في المباريات. هم هناك شويه بيتعاملوا ان يعني ما فيش كورونا، ما فيش مشاكل بخصوص كورونا، وبالتالي الاجراءات عندهم اقل كتير من الاجراءات اللي في العالم كله يعني. فالنهارده الاهلي عنده مهمه مش سهله. المنافس ممكن يكون معروف للناس ان هو يعني منافس مش قوي قوي، لكن على ارض الواقع لا، هو منافس قوي. كسب اول مباراه خارج ملعبه، هم كمان عاملين اجواء خاصه جدا للمباراه، تذاكر طرحوها للبيع، في وزراء اعلنوا ان هم هيحضروا المباراه، المسؤول هناك في النادي قال ان المباراه دي متوقع ان يشوفها مليار شخص. يعني هم بيتكلموا ان بطل افريقيا عندهم، كبير افريقيا موجود عندهم، هم عايزين يبقوا خير تمثيل لتنزانيا. اطلقوا عليها مباراه الحرب، مباراه اللا يعني نقطه اللا عوده، حاجات كده. بس هم بيطلقوا الحاجات دي كنوع من انواع التحفيز. هم مش جمهور يعني، او مش ناس عدوانيه في الكوره او لا، هم ناس تلعب كوره ممتعه، جمهورهم ممتع جدا في المدرجات. حتى ممكن النادي الاهلي يلاقي ان في دعم من النادي المنافس لسيمبا التنزاني يانج افريكانز في المدرجات، فهي هتبقى اجواء مثاليه ان الاهلي يلعب فيها ان شاء الله. حتى الملعب كويس ان شاء الله، النادي الاهلي يقدر ان هو يخرج بنتيجه ايجابيه، يقدر يخرج بالمكسب 6 نقاط، يعني يقربوه خطوه ان هو يريح نفسه في المجموعه، وبالتالي الفرص تبقى اسهل في الصعود لدور الثمانيه ان شاء الله. يمكن العنوان كان بواليا يقود هجوم الأهلي، عايز أتكلم معاك في النقطة دي تحديدا. وولتر بواليا ظهر بشكل مختلف خلال المباراة الماضية، ده نقدر نقول أنه خلى ثقة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق أنه هو بيفكر أنه هو بيدفع به في هجوم الأهلي في المباراة القادمة. طبعا يمكن ماتش المريخ بواليا كان افضل كثيرا من مباريات اخرى، حتى عمل كورتين، واحده لمجدي قفشه وواحده تانية الكهرباء في الشوط الاول، كان ممكن تسفر عن اهداف. في الشوط الثاني كانت تحركاته مميزه، قدر ان هو اخيرا يجيب الهدف الاول. ليه طبعا الهدف اللي هو كان سجله في مباراه الدحيل طبعا كان عنده سوء توفيق ان هو اتلغى للاوفسايد. فطبعا مباراة السيمبا بكرة يعني أكيد لازم بواليا هيبقى ليه دور. يعني التشكيلات المتوقعة أو الكلام كله أن ممكن بيتسو موسيماني يلعب بثلاثة في وسط الملعب، يبقى أو بواليا بس هو رأس الحربة الأساسي اللي هو متقدم، وأنه يلعب بكهربا مثلا وأجايي نفس الشكل بتاع المباراة الماضية، لأن طبعا ما فيش حسين الشحات لموضوع الإيقاف. بواليا حاجة كويسة ان هو قدر يجيب جون، نتمنى ان دي تكون دفعة ليه، ان هي بداية ان خلاص الموضوع ان هو لو عنده شوية كان تخوفات ان هو بيلعب في النادي الاهلي، القلق ان هو لما اتأخر في التسجيل الموضوع ده مثلا اثر عليه، خلاص الموضوع ده المفروض انه انتهى. هو مهاجم كبير في الدوري المصري لما جه للنادي الاهلي، ونتمنى ان النادي الاهلي يقدر يستفيد منه باقصى درجة، وهو نفسه يساعد نفسه ويساعد زملائه ان دايما يبقى فيه انتصارات للنادي الاهلي يعني. طبعا من خلال موقع يلا كورة كان في ملف هام بخصوص تنظيم معسكر منتخب مصر، يمكن على الرغم من ان الماتشات في اخر شهر مارس المقبل، ولكن التنظيم بدأ مبكرا قبلها باسبوعين طبعا علشان كل اجراءات فيروس كورونا، يمكن كمان علشان ملف المحترفين. عايز اعرف منك اكتر من خلال هذا الملف. طبعا الكابتن حسام البدري والجهاز الفني للمنتخب عملوا جلسة مع اللجنة الثلاثية في اتحاد الكرة، يبتدوا يحطوا الخطة ازاي المنتخب هيستعد لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا. منتخب المصري عنده يعني فرصة جيدة انه ممكن في مباراة كينيا يحسم موضوع مسألة التأهل بشكل رسمي يعني لأمم أفريقيا، وبالتالي دلوقتي هي كلها إجراءات، بنتكلم عن الإجراءات الإدارية مثلا، عدد اللعيبة ممكن تبقى قد إيه، الطيران هيبقى عامل إزاي، وبنسبة كبيرة طبعا السفر هيبقى بطيارة خاصة عشان الظروف اللي في العالم دلوقتي، وتبقى دي أسهل للمنتخب، خصوصا أن كمان الفرق ما بين مباراة كينيا وجزر القمر مش كبير. بالنسبة للمحترفين هو الموضوع شبه يعني محسوم، طالما ما فيش إصابات ما فيش مشاكل، هيبقى صلاح وتريزيجيه وكوكا ومصطفى محمد والنني واحمد حجازي. طبعا يعني المنتخب بيستقر على الاسماء دي بشكل مبكر شويه عن اللعيبه المحليه، لان بيبقى في اجراءات متعلقه بالمراسله الانديه المختلفه عشان خاطر
خاطر يبعتوا ان الناس دي هتبقى موجوده في التوقف الدولي، يبتدوا اجراءات السفر والتاشيرات، يمكن القائمه المحليه شويه يبقى فيها براح لان اللعيبه موجوده هنا، لسه بيبقى في ماتشات في الدوري ودوري ابطال افريقيا مستمره، وبالتالي الامور بتبقى اسهل. كابتن محمد بركات صرح وقال ان المنتخب تقريبا القائمه هتدور حول 50 اسم عشان تحسبا لاي ظروف طارئه، لكن في النهايه اللي هيسافر مباراه كينيا هم قائمه فيها 26 لعيب بنسبه كبيره، هيبقوا كمان معهم 4 حراس مرمى. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر والجهاز الفني للمنتخب، ان شاء الله الامور ما تبقاش صعبه، ماتش كينيا يتحسم بكل سهوله وقتها، ونلعب الماتشين التانيين لمجرد بس اعداد لما هو قادم ان شاء الله. يمكن العنوان الابرز كمان من موقع اليوم السابع كان عن كاس العالم للرمايه وتفاصيل بطوله. عايزه اعرف منك برضو يا ايمن، يعني يمكن مصر مؤخرا بصراحة يعني قدرت ان هي تنجح في تنظيم البطولات العالمية، تنجح فيها رغم الظروف اللي طبعا يعني بتمر بيها كل الدول من جائحة فيروس كورونا. عندنا 30 دولة مشاركة في البطولة. بشكل عام يعني نجاح مصر في تنظيم البطولات العالمية مؤخرا، عايزة اعرف رأيك فيه. طبعا دي حاجه بتبقى كويسه جدا للدوله المصريه والمسؤوليه. احنا الحمد لله الفتره اللي يعني الاخر كام سنه البنيه التحتيه في الملاعب والطرق والحاجات دي كلها بقت افضل كتير. شفنا تنظيم كاس الامم ل 2019، وشفنا بعد كده امم افريقيا تحت 23 سنه وازاي الشكل كان رائع. كمان بطوله العالم لكره اليد في توقيت صعب جدا مصر قدرت تنظمها وبنجاح وبشهاده الكل، ما كانش فيه مشاكل خالص. فده طبعا بيدي انطباع جيد لمصر واللي بيحصل في مصر والتطور بيظهرنا قدام العالم بشكل جيد. يعني بيبقى دايما الافضل، احنا طبعا طبيعي بتحاولي دايما تظهري افضل ما عندك، لكن لما كمان يبقى بنتكلم في 30 دوله موجوده في بطوله عالم للرمايه، لما كل دوله هتطلع البعثه بتاعتها تتكلم عن الاستقبال في مصر، تتكلم عن المعيشه في مصر، الظروف الامنيه، الظروف الصحيه، كل ده اكيد ده بيبقى ليه اثر ايجابي على الرياضة المصرية، بيبقى ليه أثر إيجابي على الاقتصاد، على السياحة، على كل ده. فأعتقد يعني نتمنى إن شاء الله أن بطولة العالم للرماية تخرج بشكل كويس، وإن شاء الله يبقى في فرصة لمزيد من البطولات اللي مصر تقدر تنظمها. ويعني الحمد لله إحنا دايما في البطولات الكبيرة يعني بنحقق نجاح باهر، وده الحمد لله يعني. بشكرك جدا يا أيمن يعني على هذه التغطية الوفية والتحليل كمان يعني الأكثر من رائع. دايما بنكون سعداء أن أنت موجود معانا على شاشة قناة النادي الأهلي. طبعا يعني شرفنا في فقرة صحافة النهاردة الأستاذ أيمن جلبرتو الناقد الرياضي ومدير النشر موقع يلا كورة. زي ما احنا قلنا له طبعا يعني يمكن كان تحليل وافي جدا لكل العناوين اللي كانت معانا النهاردة من مختلف المواقع والصحف المحلية والعالمية. بشكركم جدا، الكلمة لكم مرة أخرى. احنا بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح، وأكيد تحياتنا لضيفك العزيز أيمن جلبرتو، وبطبيعة الحال شكرنا موصول لزميلتنا سالة حامد. شكرا لكم جدا. ويمكن النقطة الأخيرة اللي اتكلمت فيها مريم مع أستاذ أيمن جلبرتو، وهو بصراحة من الصحفيين المتميزين جدا، هي نقطة مهمة لما قالت له إيه رأيك في فكرة تنظيم مصر مؤخرا للبطولات العالمية المختلفة. الفكرة هنا إن أنا مش شايفة إن الموضوع كان أصلا صعب من البداية، يعني إحنا ليه دايما كان عندنا إحساس إن إحنا ما نقدرش نعمل حاجة على المستوى الدولي؟ مين قال؟ يعني ليه؟ إيه اللي ناقصك؟ يعني ما عندكش مثلا تنظيم، ما عندكش كوادر، ما عندكش مكان، ما عندكش إمكانيات. لا، كل ده على فكرة متوافر، ولكن كان بيبقى بس التنفيذ، ودلوقتي الدولة بتعمل ده. فأعتقد إحنا مش ناقصنا غير إن إحنا بس نثق في إمكانياتنا أكتر من كده. فنقطة جميلة جدا، نجحنا وأثبتنا للعالم كله، مش نقعد نقول بقى الكلام ده كتير، بس ده حصل للعالم كله. مصر واصلة فين؟ وإن شاء الله البطولات اللي جاية الكتيرة اللي إحنا برضو قلنا عنها مبارح في 10 الصبح عرضناها مع حضراتكم، مصر لسه داخلة برضو على تنظيم لبطولات مختلفة في رياضات مختلفة عالمية. فبالتوفيق إن شاء الله دايما لبلدنا كده تكون في الصدارة. أكيد طبعا مصر عندك حق، يعني أكيد من قديم الأزل من زمان ومصر بتنظم فعاليات بطولات عالمية كبيرة جدا، وكلها يعني كل مره وخصوصا في حفلي الافتتاح والختام ايا كانت ايه هي البطوله بتبقى دايما في حاله من الابهار والناس بتكون مبسوطه. بس يمكن اللي خلى الفتره دي تنظيم مصر لبطولات عالميه وبطولات عالم على ارضها، برضو نرجع لموضوع الكورونا. انت عارفه في دول كتير جدا كبيره وعندها امكانيات وعندها طبعا تاريخ طويل من تنظيم ايفنتات وفعاليات رياضيه مهمه، واعتذرت واجلت ورحلت، لكن مصر لا اعتذرت ولا اجلت ولا رحلت. فده اللي خلى بقى في الفتره الاخيره في كلام كتير على فكره ان مصر بتنظم في الوقت اللي العالم كله تقريبا
واقف فيها. انا بتفق معاك، بس يمكن التنظيم بتاعنا البطولات الدوليه ما كانش غير يعني بيحصل كل فين وفين، يمكن مثلا بطوله الجونه الدوليه للسكواش كانت حاصله بس ما كانش بيتزامن معها حاجه تانية، كان كل فتره. لكن انت دلوقتي انت بتتكلم على فكره في خلال سنه ممكن يحصل اكتر من بطوله، يمكن عرضنا ده امبارح بس. نقطه حلوه جدا ان العالم متخوف ومتقدمين، لو حد بقى هيجي يقارن يقول لك دول اوروبيه متقدمه، بس في نفس الوقت انت اللي بتعمل ده على ارضك. والبطوله كمان يعني عدت، ومش فكره بقى عدت بس على خير، عدت بنجاح طبعا. ومفيش اي ازمات حصلت، وكان اجراءات احترازيه مشدده، يعني كل حاجه الحمد لله تمت بشكل يليق بمصر. ده احنا ابتدعنا موضوع الفقاعه الطبيه اللي هي بتطبق دلوقتي في كل بطولات العالم. تعالوا بقى نروح مع الناس لدلوقتي الرياضة العالمية، وتحديدا رياضة التزحلق على الجليد. فازت ماريون هارت ببطولة فري رايد العالمية بتقام على جبال واقعة بين فرنسا وإسبانيا، وانتصر أيضا البريطاني كودي براموال في فئة الرجال. ده حدوتة صعبة، مش مجرد سباق والسلام، مش سباق عادي يعني. ده وإحنا بنتفرج الموضوع يخوف، تخيل أنت هناك بقى خبطة يعني لا قدر الله ممكن تبقى بموتة أو بإصابة قوية جدا، فلا رياضة صعبة. عموما هروح بقى دلوقتي لرياضة تانية خالص، رياضة القادة والصفوة والملوك والأمراء وعالم الفروسية والخيول. هنروح على خبر عن سباق الخيول في المملكة العربية السعودية وكأس السعودية العالمي للخيل، حيث حقق الحصان مشرف من المملكة العربية السعودية المركز الأول وفاز بلقب كأس السعودية العالمي، واللي بتبلغ قيمة جايزته الإجمالية 20 مليون دولار أمريكي. بسيطة، هيدخلوا في حساب الحصان يا نهوان. طول عمرنا بنسمع إن يعني الجوائز بتاعة الخيل تحديدا عالية، بس 20 مليون دولار زي ما أنت بتقول رقم يعني شيء عجيب، شيء عجيب. طيب خلونا نروح بقى للتنس مرة تانية. اتكلمنا قبل كده عن اليابانية ناومي أوساكا البطلة العالمية وتفوقها اللافت للنظر في انظار العالم كلها في التنس. مؤخرا بقى توجت للمرة الثانية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد فوزها على الأمريكية جينيفر برايدي. في حاجة كمان خليني أقول لك عليها كريم، بس أوساكا كانت أطاحت في طريقها يعني لللقب بالأمريكية، مين بقى؟ مخضرمة سيرينا ويليامز. برافو عليك. لما سألوها بقى بعد يعني في الانترفيو أو المؤتمر الصحفي، قالت لهم سألوها إذا كان الفوز ده بهذا اللقب الرابع هيغير شيء بشأن وضع الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز كواجهة طبعا طول عمرها لرياضة التنس على مستوى هنا السيدات. ردت بقى قالت إيه؟ قالت لا طبعا على الإطلاق. فيعني هي حتى ما طلعتش قالت لا انا خلاص انا الجديده هبقى على الساحه، انا نمبر 1، انا مش عارف ايه. لا هي في تواضع، في عدم غرور، واعتقد يعني ده بيبين قد ايه هي مقدره نفسها وكمان اللاعبين المنافسين المخضرمين. طيب رغم كده كمان نجوم التنس تقريبا بيقولوا ان اوساكا بتتقدم بثبات على طريق سيرينا، وانها ستصبح الوجه الجديد للعبه في السنوات المقبله. فهي يمكن احنا اخبارنا عمالين نقول عنها بقالنا فتره. وبطوله استراليا المفتوحه للتنس يعني كان في تنافس شديد جدا على فكره فيها. لا وفي عالم التنس بصفه خاصه كل كام سنه كده بيبقى في ناس بتتغير وفي اسماء بتتبدل وترتيب. سيرينا ويليامز يعني بقى لها عندها 39 سنه، هي بتلعب من وهي صغيره جدا، فيعني لسنين طويله كانت هي رقم واحد فعلا على الساحه العالميه اللي بتكلم التنس سيدات. بس دايما بيبقى في جيل بيسلم جيل، ده طبيعي يعني. فاكره الجيل بتاع مارتينا نافراتيلوفا زمان؟ ياه كنا صغيرين قوي. انت كنت صغيره، انا ما كنتش صغير وقتها. ايوه انا فاكر كنت بتفرج مع بابايا فعلا. طيب هنرجع بقى نكمل كلامنا عن كره القدم اللي اكيد ليها تاثير قوي جدا وسريع على الشعوب وعلى الثقافات، وبالمناسبه زيها زي السينما كده، تعتبر برضو من القوى الناعمه. عشان كده اسبانيا وتحديدا الليجا رابطه كره القدم الاسبانيه قررت اطلاق اول قاموس كروي من الاسبانيه للعربيه. المشروع ده بيستهدف الدول العربيه والشرق الاوسط، وعشان اسبانيا تعمل ده قررت تعلن عنه وتطلقه من قلب العروبه في مصر، وتم اطلاق القاموس الكروي العربي الاسباني امبارح تحديدا من القاهره. تعالوا نتعرف على اكتر يعني تفاصيل اكتر متعلقه بهذا الامر من خلال هذا التقرير، بعديه فاصل ثم عوده مره ثانيه لعشر الصبح في الاهلي. We'll be right back.
طبعا هو المصطلح الشهير using the power of the football، يعني استخدام قوة وشعبية كرة القدم. استخدام وشعبية كرة القدم أصبح هو في الثقافة وفي التعليم وفي العلاقات ما بين الدول وبعضها. النهاردة مثال حيوي ومثال حقيقي لهذا البعد، إن يعني معهد تعليمي أسباني مع لاليجا طبعا كرة القدم والدوري الأسباني مع السفارة الأسبانية إن هما يعملوا هذا المنتج الكبير، وهو قاموس عربي أسباني أو أسباني عربي في مجال كرة القدم. وأيضا هما وضعين ثقافات وإرث ثقافي لكرة القدم وكمان يعني لحاجات كتير أسبانيا، وزي ما قلت لهم ونعمل العكس كمان، يبقى فيه يعني إرث ثقافي من القاموس وننشره كمان في أسبانيا زي ما احنا ننشر في مصر. ودي بتعبر عن العلاقة الكبيرة جدا ما بين جمهورية مصر العربية وما بين أسبانيا شعبا وحكومة من خلال الرياضة. أيضا بيعبر عن الشعبية أو شعبية كرة القدم والدوري الأسباني وجوده في مصر. كمان احنا بنتكلم على شعبية الأندية المصرية والدوريات المصرية، لكن ده عمل مهم جدا ان احنا كمان يعني يكون موجود بهذا الشكل، سيما ان احنا عندنا تعاون مع السفارة الأسبانية ووزارة الشباب والرياضة في العديد من المناشط الشبابية وأيضا في الطفولة وأيضا في الرياضة. Pues tiene un impacto doble. Uno, desde el punto de vista oficial, hemos sido capaces de reunir a dos grandes instituciones del mundo de la cultura y de la juventud, como son el Instituto Cervantes, el Ministerio de Educación y Cultura, de Educación y Juventud. هذا كان له تأثير مضاعف. رقم واحد أنه استطاع أن يجمع بين الثقافة والرياضة عن طريق معهد سيرفانتس ومع الرياضة والليجا الإسبانية. تم إنتاج هذا العمل وهو القاموس المصطلحات الرياضية الإسبانية العربية. Y por otro lado tiene un aspecto importantísimo de relación entre las culturas, entre las sociedades civiles, porque acercamos sobre todo a los jóvenes a que sepan cuando ven un partido en España entre el Ahli y el Zamalek y lo tienen que ver en Bing Sport y está cantado en árabe, igual no entienden nada y así serán capaces de entender un poco más. De la misma manera, si algún joven aficionado al fútbol árabe ve un partido del Real Madrid o del Barcelona o del Valencia y lo ve en la televisión española, entenderá un poco de qué va. أما التأثير الثاني فهو التقريب بين الشعوب، حيث أن هذا القاموس سوف يساهم في معرفة اللغتين الأسبانية والعربية، فعند رؤية حدث رياضي أسباني يمكن للمتابع المشاهد العربي أن يراه أن يفهمه بوضوح، وأيضا العكس صحيح عندما يكون هناك حدث رياضي عربي ممكن للمشاهد الأسباني أن يراه ويفهمه بوضوح. La mayoría de nuestros estudiantes cuando le preguntamos por qué estudian español nos dicen por la música, por las telenovelas, por las series en Netflix o en otra plataforma, o por el fútbol. Es decir, que esas motivaciones personales son un motor muy fuerte para empezar a aprender el árabe o el español, las otras lenguas, y a partir de ahí ya vas profundizando y vas viendo si quieres que sea tu carrera profesional o tu hobby, pero realmente tienen mucho impacto. هي في الحقيقة أعتقد أن هذا هو أسهل تأثير فعلا في تعليم اللغة ونشر اللغة الأسبانية في مصر أو اللغة العربية في أسبانيا، لأن الرياضة والفن هي أشياء يحبوها الجميع، وبالتالي عندما يسمعوها بلغات مختلفة سوف يتقنوها وسوف يجيدون هذه اللغة بشكل أفضل. لأن تتم عامها 17 قررت فتاة مصرية أن تخوض أقوى تحدي في العالم لتتسلق قمة إيفرست. هي فريدة الشقاوي التي تسعى حالياً لتسجيل إنجازها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. فريدة الشقاوي من ناشئات النادي الأهلي في كرة السلة، لكنها لم تستمر في ممارسة اللعبة وبدأت تسير خلف مغامراتها، والتي بدأت بتحدي صعب لتصبح أصغر فتاة مصرية تتسلق قاعدة جبل إيفرست. تم اختيارها ضمن مجموعة فتيات
بعد تخطي العديد من التدريبات الرياضية والنفسية استعدادا للمغامرة. ومع بداية الرحلة عانت الكثير أثناء التسلق وتعرضت للعديد من المشاعر ما بين الخوف والحزن والاحتياج لأسرتها، إلا أنها تحملت كل هذا من أجل الوصول لهدفها. بعد مرور 9 أيام وصلت فريدة لهدفها مع 14 فتاة من جنسيات مختلفة إلى قاعدة جبل إيفرست بعد معاناة كبيرة أثناء التسلق. بكت عندما وصلت ورفعت علم مصر، مشاعر عديدة ومختلطة عاشتها فريدة الشرقاوي منذ انطلاقة رحلتها وحتى تحقيق هدفها، وما زالت تأمل في مواصلة مشوارها وأحلامها في تسلق أعلى قمم جبال العالم. يعني زي ما التقرير كده كان بيتكلم من ناشئات الأهلي لتسلق جبال، لفكرة ان مفيش حاجة مستحيلة ومفيش حاجة صعبة. يعني لو انت في دماغك او عندك حلم روح حققه، ايه المشكلة؟ حتى لو جربت وفشلت يبقى اتليست ان انت جربت. على كل حال هنفهم ايه النقلة دي من يعني باسكت لتسلق جبال وبشكل كمان احترافي. خلينا نرحب بضيفتنا العزيزة جدا فريدة الشرقاوي، زي ما بيتقال عليها اصغر متسلقة جبال. صباح الخير عليك يا فريدة. صباح الفل. نورانا يا فريدة. ويا قلبك يا فريدة. يعني حاجة صعبة مش أي حد يقدر يعملها. الحقيقة قبل ما أعرف بقى منك، يعني سواء بقى فكرة النقلة فعلا من الباسكت لتسلق الجبال، بتفاصيل فكرة تسلق الجبال، أنا عايز أعرف الوالد والوالدة وضعهم إيه في بنتهم اللي طلعت تتسلق الجبال؟ يعني ما كانش ليهم أي تحفظات؟ ما كانش عندهم تخوفات؟ دي بالنسبه لي كانت يعني زي ما بيقولوا ليفل الوحش قبل اي حاجه. احنا قعدنا فتره كبيره قوي عقبال ما استوعبنا، يعني انا نفسي قعدت شويه عشان استوعب ان احنا فعلا خلاص بنعمل ده، وقعدنا حوالي سنه بنتمرن. ففكره بقى ان احنا نصدق ان انا خلاص هطلع، فاحنا محتاجين نتمرن، فمحتاجه انزل النادي واروح الجيم واخلص الجيم من النادي على طول واطلع اتمرن في كل ده كوم. كل هو الجيم بالتراك بكل ده كوم، لكن في كوم تاني، فكره ان بنتنا بتتسلق جبال، يعني مش محتاجه، يعني خدت مننا وقت كبير. وطبعا كان عندهم تحفظات انه يا بنتي طب ما انت ممكن تعملي حاجات كتير، ما حبكتش يعني صحيح. الحاجه اللي تحط يعني بشكل او باخر حياتك في خطر يعني. طبعا. فقعدنا كتير قوي عقبال ما رضيوا، وعقبال ما اتاكدوا ان الموضوع يعني ممكن يكون الحته السيفتي، او يتاكدوا ان طب لو جرى لك كذا، طب هل في شبكه، طب هنعرف نكلمك، طب بتاكلي ايه، بتشربي ايه، مع مين بالظبط، مع مين، يعني القصه دي كلها، طب لو حصل حاجه ايه الاجراءات اللي بتحصل، طب امتى بناخد بالنا ان في مشكله، او طب هو ايه بقى اصلا الخطر يعني العلمي مثلا في طلوعك، حاجه زي كده. فقعدنا شويه لحد بقى ما اقنعتهم، وحد بقى ما يعني قعدنا اتاكدنا بقى من الحته بتاعت ان انا اكون الامان، يعني الامان بالظبط، هي دي كانت اكتر حاجه هم كونسيرن فيها. لكن غير كده هم الصراحه يعني بعد بقى ما بداوا يقتنعوا كده كانوا مبسوطين قوي، عشان وكانوا سبورتيف قوي يعني. بس لا يا لهوي، قعدنا مثلا بتاع 3 شهور عشان يوافقوا حاجه كده. اشرحي للناس بس فكره النقله، يعني دلوقتي فكره تسلق الجبال مش باشن عند الناس كلها، يعني نادرا لما تلاقي حد قاعد كده يقول انا عايز اتسلق جبال، عارف ما بيجيش يعني. ف ايه اللي خلى ده يجي في دماغك اصلا وانت لسه صغيره؟ اعتقد ان ده ظهر لما طلعت جبل موسى، او يقال عليه جبل سانت كاترين اللي موجود هنا في مصر في سيناء. فكره يعني كان بالنسبه لي بقى، كنت صغيره يعني 15 تقريبا سنه، 15 سنه 16 سنه. ففكره ان انا بقى اتعب قوي واحس ان انا في نص الطريق مش قادره، بس احنا محتاجين نلحق عشان نشوف الشروق من فوق الجبل. فكره ان انا اتعب قوي علشان خاطر رياضه في حاجه انا بحبها، وانا طالعه مستمتعه، على قد ما انا تعبانه على قد ما انا مستمتعه، وبعدين عشان الهدف بتاعك صح، في الاخر في هدف، في الاخر في ريورد، وهو مثلا الفيو اللي هنشوفه مثلا من فوق. فمن هنا بدات بقى الجبال، وحسيت لا انا عايزه من ده تاني. النوع ده من الامور بينتج عنه ادرينالين، وبينتج عنه احساس بالنشوه مثلا، يعني انت برضو عرفينا اهو على الشاشه اهو. واضح ان هنا بعد ما وصلت. صح ده لما وصلت يعني الكلام ده حقيقي فعلا؟
الادرينالين من هنا لبكره الصبح الحقيقه. يعني دي اكتر حاجه، ويمكن دي الحاجه، يعني انا اعتقد ان تسلق الجبال مش بس محتاج مجهود يعني جسماني وعضلي او عضلي او كده، بالعكس اعتقد ان من اكتر الحاجات اللي تعبت انا فيها شخصيا والجروب اللي كان معايا كله تعب فيه الموضوع نفسي ويعني والضغط الذهني كمان مش صغير. هو محتاج ان انت تقنع نفسك ان انت هتبقى كويس وهتكمل، وتعبان دلوقتي بس معلش هنزق شويه. ساعات بيبقى الجسم قادر يكمل بس انت ذهنيا ونفسيا حاسس انك خلاص ما بقتش قادر، او العكس مثلا، او انك تفضل مصر انك تكمل وتحط حياتك في خطر مع ان خلاص جسمك مش قادر يتحمل اكتر من كده. وده بقى نقطه الخطر بقى اللي تقدر بسبب العنده او بسبب انك تفتكر انك قادر تكمل. بي يعني هي حته كريتيكال قوي، فحتى احنا كنا جهزنا في الحته دي بالذات اللي هو اقعدوا اتفرجوا شوفوا الناس كانت بتعمل ايه، يتعلموا اكتر وكده. فالحته دي صراحه يعني نقطة فيصلية، يعني هي هتنقذك يا ممكن تعمل لك مشاكل جامدة. بس انتوا عاداتكم يعني مش قليل، احنا شفنا فيه كتير بيحبوا الرياضة دي. في كتير بيحبوا. والبنات قد ايه بقى يعني قولي لنا؟ كسن؟ لا عدد الناس. احنا كنا الجروب اللي طلعت معاه احنا كنا 14 ست من 11 دولة مختلفة. وكان يعني كلنا كنا طالعين بهدف واحد الحمد لله، يعني ال 14 ست عرفوا يطلعوا، يمكن الاصابات كلها ظهرت في النزول مش في الطلوع. طب وجمعتوا بعض يعني انتوا يعني طبعا واضح ان الجنسيات مختلفه، فانتوا يعني عملتوا ده تحت مظله كيان معين جروب معين كنتوا مشكلينه؟ في جروب على الفيسبوك اسمه سيرفايفنج حجاب. الجروب ده اكبر جروب يعني سيدات فقط في العالم موجود على فيسبوك، محجبات تحديدا. ده عملنا بارتنرشيب، عملوا بارتنرشيب مع فيسبوك، مع شركه فيسبوك اسمها فيسبوك كوميونيتي ليدرشيب بروجرام. ففيسبوك قررت ان هي هتفند الجروب بان هو يعمل كذا بروجكت عشان يوصل فكره ان الحجاب مش عائق في الرياضه، وانه بالظبط، وانه كواحده محجبه من حقوقها انها مثلا في بلاد تانية، بلجيكا مثلا بتمنع البنات المحجبات انها تكمل تعليم عالي في الجامعه، ما ينفعش. استنى ودوني بلجيكا ودوني حل القصه دي. انا اول مره اسمع الموضوع ده، معقول؟ الموضوع ده محزن وموجود قانون ممنوع، ده غريبه جدا دي. فكان مهم قوي ان الرساله توصل بشكل عالمي انه مش معنى ان واحده اختارت انها تتحجب بالزبط انه عائق في اي حاجه، والرساله من كيان زي الفيسبوك كمان بالظبط برضه حاجه مهمه. وكان السبونسر الثاني برضه اللي كان يعني مؤيد قوي الفكره وكانوا معانا هم اللي لبسونا بقى الطرحه اللي كنا نطلع بيها، شركه نايكي. حلو. فهم انا شفت ليهم اعلان اصلا، كانوا عملوا كامبين كبيره قوي الصراحه كانت حلوه. فاحنا عملوا بقى الانونسمنت على الجروب، عليها دلوقتي حوالي داخله على المليون بنت ما شاء الله. فجمعنا بعض بقى من الجروب ده. فاحنا حتى كنا في مننا مسلمات ومش مسلمات، وكان معنا محجبات ومش محجبات. أوكي. كلنا كنا طالعين بنفس الهدف، كنا مركزين فيه ان هو حته التضامن او الانكلوسيفيتي بتاعت يعني المفروض البنت عندك كوز معين عندك يعني بالظبط بالظبط. ودي اعتقد هي دي بالظبط اللي كنا كلنا يعني ده اللي هي الليل بتاع او يعني الموتيف ما تفرق لنا الشغف بالظبط. ده اللي خلانا كلنا نتجمع في مكان واحد، وكل ما كنا نتعب نحس ان احنا عايزين نكمل عشان خاطر السبب ده. فكانت صراحه نقطه مهمه قوي، وكنا محتاجه توصل عالميا، فعشان كده كانت احسن حاجه حصلت ان احنا كنا وجايه من شابات كمان. يعني حلو جدا كمان ان المراه لو هي بتدافع عن قضيه هي اللي تدافع عن قضيتها بنفسها. احنا كان من في دايفرسيتي، يعني احنا كان معانا امهات، كان معانا ايه رايك فيها؟ سلميني انجليزي كريم كوجك للترجمه، سلميني انجليزي اسلمك عربي. دايفرسيتي تنوع. عندك ايه تاني يا استاذ احمد كروني؟ فكره كمان يعني انت قلتي يعني في مجمل اجابتك على الاسئله اللي فاتت فكره ان عناصر الامان بتكون متحققه، بس هل ده بالضروره معناه ان انت ما تعرضتيش لاي مخاطر سواء في تسلق ايفرست تحديدا او عموما في السنه اللي انت قعدتي تتمرني عليها؟ في التمرين ما كانش في اي حاجه يعني خطر بتحصل. التمرين كان عباره عن ان احنا محتاج مثلا نجري تمرين بدني، كل واحد يشتغل على العضلات جسمه كويس. لا انا في جزئيه التسلق تحديدا. جزئيه التسلق طبعا هو كده كده موجود. انا حصل لي يعني جالي هو اصلا في مرض على الجبل، هو ده بالظبط اللي بيعمل مشكله. هو مش حاجه اسمها التيتود سيكنس، ده اللي هو كل ما بترتفع او بتبعد عن سطح البحر الاكسجين بيقل.
وهنا مش بيحصل مشكلة تنفس بس، بيحصل ان الأوريجنز اللي جوه الجسم مش وصلها اكسوجين كفاية، فمش بتعرف تفانكشن كويس، فبيحصل سايد افكتس بقى زي ان احنا مثلا الوش بيتنفخ، انا وشي اتنفخ وازرق وبعد كده اتحرقت من التلج، منها ان انت بتحس بدوخة، تحس انك محتاج ترجع. طب انت محتاجة يعني نقصك ايه تاني عشان ترجعي تلعبي باسكت يا ست الكل؟ يعني الدنيا في اللذيذ وملعبك وزمايلك وكده. مش عارفة، حسيت هو الشغف برضو. هي دي بالظبط. يعني هو الشغف كده دايما. فالاتيتود سيكنس ده جالي في اليوم الثالث، واحنا عندنا 14 يوم. اوه. ومع كده في اليوم السادس رجلي اتجمدت بسبب حاجة، ده كان خطأ، قرار خطأ انا خدته يعني. كان يعني مش صح ان احنا لما احنا حوالي 9 ساعات هايكنج كل يوم، فرجعت واصريت ان انا انام ساعه مع كده نقوم نتعشى ونخش ننام، وهم يعني كل جايدنس الصراحه قالوا لي لا وما ينفعش، ومنال الليدر بتاعه التريب ما ينفعش يا فريده مش صح، اقول لهم بجد مش قادره يعني صدقوني هي ساعه. طب النوم غلط ليه؟ مش صح، لان ده بيبقى التوقيت ما بين لما الشمس بتغرب، فده عاده التوقيت اللي درجه الحراره بتتهبط فيه بقى نيجاتيف 17 نيجاتيف كده بقى، فمش صح. اوريدي واحنا نايمين درجه حرارتنا بتختلف فاثر يعني. بالظبط. تقول لك رجلها اتجمدت ومناخيرها وقعت. ده بقى علشان انا دخلت انام بالشراب، شراب احنا 9 ساعات هايكنج، فشرابي انا رجلي عرقانه. فالميه بتاعه العرق دي لما نزلت، لما يعني دخلت في السليبنج باج انام، درجه الحراره اتهبدت، رجلي اتجمدت. ده انت الحمد لله على السلامه. الحمد لله يعني. ويعني فالحته بتاعه الخطر اللي موجوده هو كده الخطر يعني، ما كانش ربنا يبعد عنك كل خطر يا رب ويسلم لك طريقك، وان شاء الله يعني نرجع نلتقي معاكي بعد ما تكوني بقى سجلتي ارقام قياسيه في موسوعه الارقام القياسيه الفتره اللي جايه ان شاء الله. ميرسي. شكرا بجد. مبسوطين ان انت كنت معانا يا فريده، بجد النماذج الجميله والناس يعني تديكي كده بوزيتيف انرجي، لان كمان انت عندك حته حلوه قوي الاصرار. انا عندي لما قلتي انا بفضل اسعى لغايه لما الفيو اوصل له علشان هو ده اللي انا الهدف بتاعي، فيعني دي اكيد في شخصيتك كمان يعني هي فرقت في حياتي طبعا في حياتي يعني بالزبط. لو كنت انا قبل كده حاسه بده ببرسنتج معينه، فطبعا بعد ما نزلت من هتلاقي خلاص انت قراراتك بعد كده في حياتك مختلفه، بتحبي حاجه فيها تشالنج، ما بتحطي حاجه في دماغك هتحصل. برافو عليك، نورتينا يا فريده. شكرا. طيب فقرتنا بقى دلوقتي هنتكلم عن اخر استعدادات الاهلي لمباراه سيمبا التنزاني، واكيد لازم نرحب بكابتن فتحي نصير نجم الاهلي السابق اللي منورنا في الفقرة دي. صباح الفل. صباح الخير والعشرة صباحا، وصباح كل حاجة حلوة للشعب المصري الجميل. نورنا يا كابتن فتحي. سعداء وجود حضرتك معانا يا كابتن فتحي، وطبعا عندنا موضوع مهم نتكلم مع حضرتك فيه، مباراة الغد ان شاء الله اللي بطبيعة الحال اكيد هتكون مختلفة الى حد كبير عن مباراة الاهلي مع المريخ السوداني. احنا بنتكلم على فرقتين هما الاثنين حاطين نصب اعينهم فكرة الفوز وصدارة المجموعة، فحضرتك متخيل ماتش بكره هيكون عامل ازاي؟ هل نتيجه امور معينه ممكن جدا يبقى فريق سيمبا مهتم انه من اول لحظه يهاجم، ولا ممكن يبقى يعني قافل الخطوط امام النادي الاهلي؟ رؤيتك كده الماتش بكره باختصار هتكون عامله ازاي؟ هو باختصار طبعا المباراه دي غير مباراه المريخ، لان المريخ اول مباراه في المجموعه، الاهلي كان لسه راجع من كاس العالم، دوافع المريخ غير دوافع سيمبا، دوافع الاهلي غير برضو دوافع الاهلي في المباراه الاولى. المباراه دي الفرقتين كسبانين، فنمره واحد في صراع قمه المجموعه طبعا، يبقى دافع عند الفرقتين الاثنين عاوزين قمه المجموعه، مع فارق الاهلي انه 3 اهداف وسيمبا هدف واحد. الحاجه الثانيه ان المباراه دي بجمهور. المباراة الثانية بتاعت المريخ ما كانش فيه جمهور، 30,000 متفرج مفروض، 30 اللي هو نص تعداد الاستاد، ساعة الاستاد 60,000، هم 30,000 طبعا، 30,000 هيؤثروا اكيد، لكن النادي الاهلي هنقول طب ما لعبش قدام جمهور الجيل ده، لا الجيل ده ممكن يكون لعب في كاس العالم يعني، واحنا في الدوحه لعبنا قدام جمهور، بس كان كل جمهور هناك جمهور النادي الاهلي. صحيح. يعني حسينا احنا في مصر يعني جمهور النادي الاهلي، هنا الجمهور بتاعهم، فدي طبعا دي دوافع ودروس كمان الفرقه هتستفيد بيها انها تاخد الخبرات الافريقيه الجماهيريه، هو جمهور وجو كمان
درجه رطوبه طبعا عاليه وحراره عاليه. معروف ان في تنزانيا دلوقتي درجه حراره عاليه ورطوبه عاليه جدا. الرطوبه عاليه عاليه يعني صحيح. ممكن توصلها 70 وساعات بتوصل 80%. والحراره برضو عاليه. المباراه دي هتقام الساعه 3. احنا متعودين مبارياتنا اللي هي بتكون بعد الظهر، وبرضو ذكاء من إدارة الكورة والإدارة الفنية وموافقة مجلس الإدارة إنه يسافروا بدري. لما صحيح. سافروا صحيح. يوم الجمعة ناس بتقول هنسافروا بدري ليه؟ عشان يتأقلموا كمان على يعني لو هيلعبوا في نفس الوقت مفيش مشكلة. لكن ده انت هتلعب الساعة 3، يعني المفروض تكون الساعة 3 انت قمة الفوقان والوعي للفرقة. احنا هنا الساعة 3 هي وقت الاسترخاء، لان انت بتتمرن الساعة 6 او بتلعب الساعة 8، فتلاتة دي وقت الاسترخاء للعيبة، فلازم تغير الساعة البيولوجية للعيبة دي في الثلاث ايام اللي هم هيروحوها. طب كابتن فتحي، هو اصلا ليه الساعه يعني 3 بتوقيت طبعا تنزانيا 2؟ ليه الميعاد ده وتنزانيا معروف يعني درجه حراره مرتفعه جدا؟ هم عندهم هم عندهم لان بيفكروا ازاي يكسبوا، ازاي يلعبوا الفرق اللي قدامهم، يصعبوا الموقف اكتر. ايوه لازم يصعبوا، بالنسبه لهم صعبه لان هم متعودين على كده طبعا. فهم يجوا لك يعملوا لك مباراه في توقيت غير اللي انت متعود عليه. برضو دي العلم والدراسه والحاجات دي اهلت الناس المدربين والاخصائيين والمتخصصين في انهم ازاي يتعاملوا بكل عناصر، يعني يلعبوا بكل الكروت يعني بكل الكروت بتاعتهم. بس هو بالمناسبه هم اللي لازم يعني هم اللي من حقهم يلعبوا بالكروت، ولا في الاتحاد هو اللي يحدد المباريات ويحدد انهي ملعب والساعه كام؟ لا هم بيحدد، الاتحاد الافريقي بيحدد المباريات، بيجي لك انت الليستة بتقول المباراه، يقول لك ما عنديش اضاءه في الفترة دي، ما عنديش إضاءة، هتعمل إيه؟ وفي مساحة للنوع ده من الأمور؟ هيقول لك ما عنديش إضاءة. على أرضه؟ الأرض الإضاءة عندي غير سليمة، غير صحية، غير مضمونة. فمضطرين نلعب الماتش أو يقول لك أنا عندي حظر تجول عشان الكورونا، فما فيش بالليل حظر تجول. زي مثلا السنغال فيها دلوقتي حظر تجول بالليل. بس تنزانيا مش بيواجهوا قوي مشكله ما عندهمش اصلا، يقولوا ما فكروش انه عندهم يعني هم درجه حراره زي كده يعني لا ده خلاص يعني ما بتروحش ناحيتهم كمان الكورونا، يعني ما بيجيش المكان ده فيروس يتشوي فطبعا هم بيختاروا التوقيتات اللي تناسبهم وتضعف الخصم. وده برضو كل الحاجات دي احنا يعني احنا بنتمرن هناك الساعه 2 مش الساعه 3، يعني المباراه الساعه 3 فمباراه 2 يعني توقيتنا احنا الساعه 3 بتوقيتهم هناك برضو بيتمرنوا الساعه قبلها بساعه ليه؟ عشان درجه الحراره تكون عاليه اكتر والظروف تكون اصعب وتكون اللعيبه فايقه في هذا التوقيت، مش واخده على الاسترخاء هنا زي مصر. فالساعة البيولوجية تتغير اللعيبة، وقت الفطار هيتغير، وقت الغداء هيتغير، وقت العشاء هيتغير. إذا كل الحاجات دي عايزة وقت، يعني حضرتك لما تسافري أو تروحي مكان لو تغيري ميعاد الأكل مش هتاكلي، لو تغيري ميعاد الفطار ولا تغيري ميعاد النوم ما بتناميش على طول. فلازم كانوا يتعودوا، عشان كده هم سافروا في التوقيت ده ومحضرين نفسنا ان شاء الله باذن الله الفرقه لهذه المباراه الحاسمه باذن الله، حاسمه فاصله لقمه المجموعه ان شاء الله. طيب التشكيل طبعا لسه يعني ما نقدرش نتكلم عنه دلوقتي، لم يحسم بعد اكيد من قبل موسيماني، ولكن احنا لو هنقارن او نتوقع نقول مثلا هل ممكن يبدا بنفس تشكيل المريخ من وجهه نظر حضرتك؟ هل هيدفع ببواليا من بدايه المباراه، خصوصا ان هو في المباراه الاخيره مع المريخ السوداني يعني هو تالق او بدا يعني خلاص يعني مشوار التالق، فمتوقعين منه برضو ان شاء الله المباراه غدا ان هو يحرز اهداف؟ وجهه نظر حضرتك ايه؟ وجهه نظري انه في حاجات ثوابت في الفرقه، مش موضوع ان انا بلعب بره او جوه، لكن التغيير هيكون واحد او اثنين، عمره ما هيغير كتير، لان الفرق بيننا دلوقتي ان الفرقه اصبح لها هيكل، فيها شيب، فيها تشكيل، فيها ثبات. يعني شناوي طبعا الشغل ده اللي احنا بنقوله اجتهادات وليس قرارات، القرارات بتبقى قرار مش موسيماني صحيح. لو شفنا حارس المرمى شناوي ما فيش مشكله، خط الظهر الثلاثة هم اللي هو هاني وبنوب وياسر بدر بنوب البي بي
بدر بلوف. دلوقتي الشمال بقى هي اللي وحيد او اشرف يعني ناحيه الشمال هي دي اللي ممكن اللي هيفكر فيها على حسب يعني ايمن اشرف او وحيد. لان وحيد ادى بكفاءه عاليه جدا يوم مباراة المريخ السوداني. اللي انا بفكر مش اللي بفكر بحس بيه لهذه المباراة طالما في جماهير واول مرة هنلعب قدام جمهور زي ده وبتلعب يبقى بتلعب ضد جمهور بتلعب ضد درجة حرارة بتلعب ضد درجة رطوبة بتلعب مع فرقة متحفزة هي الاول وهتنزل تهاجم أكيد. من الاول ممكن يلعب بثلاثة في النص ثلاثة يعني مثلا يلعب بحمدي ويلعب أكرم وديانج الثلاثة دولت ممكن عشان يوقف يعني تقدم المهاجمين لغاية ما يعرف شكل الفرقة قدامه إيه وفين هو رغم إنه شافها شاف مبارياتها وشافها كده بس يوم المباراة بيبقى فيه الفرقة لها شكل تاني وأول عشر دقايق بتبقى دايما فيها جس نبض متبادل فلازم يكون كل ده لأن هو موسيماني من النوع اللي هو ما بيستعجلش يعني مش عايز يجيب الجول في أول دقيقة بالمناسبة كابتن فتحي احنا طبعا النادي الأهلي لاعب نفس الفريق في الموسم قبل الماضي وخسر بهدف وحيد الحكاية دي إلى أي درجة ممكن تبقى يعني وحيد يعني هدف واحد هدف واحد بس مش وحيد لا 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 وحيد هو ملوش إخوات ولا أخ يتيم فالحقيقة دي ممكن تبقى عنصر سلبي ولا إيجابي في حالة النادي الأهلي بمعنى هل ممكن تبقى حافز بالنسبة له عشان ما يتكررش نفس السيناريو مرة ثانية ولا ممكن يكون ليه نتيجة أو مردود عكسي كل مباراة لها ظروفها فرقة النادي الأهلي دلوقتي غير فرقة النادي الأهلي من سنتين ثبات فرقة النادي الأهلي دلوقتي غير ثبات الفرقة من سنتين اللعيبة كمان اللي بتلعب دلوقتي مش موجودة من سنتين إذن كل مباراة لها ظروفها المباراة دي غير مباراة دي ولا تقاس هي أصبحت التانية في التاريخ لكن مش في الملعب يعني هذه المباراة أصبحت التاريخ كسب 1-0 لكن لن تؤثر على نتائج المباراة دي لأن المباراة دي دوافعها مختلفة وعناصر اللعيبة اللي بتلعب المباراة والقيادة الفنية مختلفة وبعدين الطموحات والدوافع بتاعت النادي الاهلي جاي كفرقه ثالث كاس عالم خلاص خد يعني الثقه مش الغرور عنده بقى عنده ثقه انه في اي وقت هيقدر يجيب جول دليل ان يوم ماتش المريخ كل الناس وهو مش مستعجل عارف ان فرقته هتجيب وجبنا ثلاث اجوال ممكن كان يجيبوا ثلاثه اربعه فطالما في 90 دقيقه مختلفه على هناك هو لازم يامن في بداية المباراة عشان يشوف شكل الفرقة ايه لان كله هم يتأخروا عن تسجيل اهداف دي هتأثر على اللعيبة بتاعتهم هتخلي عندهم تسرع والتسرع يدي سربعة ويدي عدم تركيز وعدم التركيز يبقى ما فيش دقة يبقى ما فيش لا في دقة في التمرير ولا في دقة في الاستلام ولا كده هيخرجوا عن وعيهم في الحالة دي ممكن النادي الاهلي يقدر يغير من يعني من شكله يعني اما بواليا لما نهاند بتقول يعني هل هو ممكن يلعب بيه اكيد يلعب بيه لانه خلاص هو المشكله كانت عنده انه يجيب جول بالظبط يعني فتحت خلاص معاه هو ليه شعبيه على فكره هناك صحيح طبعا يعني وبعدين هو في افريقيا طبعا معروف ومشهور وهو اللعب ده اللي يجيد فيه والجو ده هو اللي يجيد فيه فالصراعات دي هيقدر ان يقدر يؤدي فيها وبالشكل فعلا اللي يديله ثقة اكتر ويكون حاجة يكون احد محرزي الاهداف ان شاء الله نتمنى ان شاء الله ده عندنا ثقة في والتر بواليا اللاعب الاهلي عايز اروح مع حضرتك بقى الموضوع اعم شوية فريق الاهلي لو هتكلم عن الفريق دلوقتي مع حالة الاستقرار إلى حد كبير اللي بقت متواجدة في الفريق عن مقارنة بسنة فاتت أو كمان يعني شهور قليلة فاتت احنا بنتكلم كان في اضطرابات كان في إصابات كان في تغييرات في الجهاز الفني فده أثر أكيد كل الأشكال على الفريق دلوقتي وقبل كده حضرتك تقارن إزاي؟ لا دلوقتي الفريق في حالة استقرار حالة ثبات في حالة نجاحات
في حالة ان هو دلوقتي الاصابات ما بتأثرش دلوقتي وغياب احد اللاعبين او اثنين او ثلاثة لا تؤثر لان اصبح عندك بدائل مجموعة لعيبة يعني من 18 20 لاعب كلهم كفاءات واي واحد دلوقتي هو حافظ هينزل يعمل ايه ترس في آلة انت بتغير الترس الآلة ماشي على طول وبتطلع قماش حلو المثل ده يعني انها يعني انت بتغير الترس خلاص المكنه شغاله وبتطلع ايه بتطلع قماشه بتطلع نجاحات اذا الفرقه دلوقتي اصبحت فيها يعني كانوا يتمنوا من زمان ان الفرقه تستقر كده في الشكل يعني احنا ابسط حاجه يعني نشوف وحيد لما نزل باك شمال ما تحسش ان ده معلول ولا ايمن اشرف اللي كان بيلعب والراجل ده بقاله كتير ما لعبش لكن لان كان طول المده التحفيظ او اللعيبه بتبقى عارفه انا لما انزل هادي الدور ده وهو كمان لما بيشرح في الملعب او بيشرح في الخطه او بيشرح في كده ما بيشرحش اللاعب واحد بس اللي بيلعب بيلعب لكل من يلعب في هذا المكان اما بيشرح لواحد في وسط الملعب مش بيشرح للاعب واحد هو بيشرح لكل من هيكون في المكان ده هيأدي الدور ده وبالتالي لما اللعيبه بتنزل اصبح ليه بيقول الكلام ده لان عنده كل لعيبه عندهم هذه الكفاءة. الميزة كمان في لعبة النادي الأهلي دلوقتي إن عندهم المهارات العالية. معظم لعبة النادي الأهلي المهارة ودي ميزة لازم نشعر بيها كأبناء النادي الأهلي ومنتمين للنادي الأهلي. طالما زادت نسبة المهارات في الفرقة تعرف إن نسبة النجاحات هتكون متوفرة بس ده يرجع كمان يا كابتن فتحي يعني للمدير الفني المدير الفني بيبقى ليه تأثير كبير جدا يعني يمكن احنا حللنا مع يعني ضيوفنا المختلفين اول ما باتشو موسيماني جه النادي الاهلي وتولى يعني المهام بتاعته فعلا احنا شفنا على ارض الواقع لعيبه لم تكن موفقه في السابق بدات ان هي تظهر ومنهم يمكن مجدي قفشه مش بقولش ان هو ما كانش موفق بس ظهر بشكل كمان. افضل بكتير كمان وايمن اشرف يعني عندنا لعيبه فعلا تحس ان هم وجدوا مكانهم بشكل اكبر السر ايه السر ايه بقى السر المهارات اللي هم بيتميزوا بيها سواء مجدي قفشه او ايمن اشرف دي النقطه اللي لما توظفت كمان طالما عند لعيب عنده مهاره سهل انك تتعاملي معاه لعيب بيعتمد على اللياقه البدنيه فقط ده ما تقدريش توظفيه كتير يعني ما تقدريش تخليه يندمج في وسط المجموعه بسرعه بس برضه موسيماني صبور بشكل ملحوظ يعني هو هادي متأني وعارف قدرات كل لاعب وحتى لو حد منهم كان غير موفق في مباراه او مباراتين مش معناه انه بيقفل صفحته بالعكس بيتغير لانه هو حلله صح او درس اللاعب صح عارف ان عنده امكانيات هو كمدرب عارف بيحس بيها المدرب طبعا بيعرف اللعيبه اللي قدامه بيعرف اللعيب ده هل وقف الكرة دي بالصدفة ولا يقدر يعملها مثلا خمس ست مرات شاط الكرة دي جاية جول بالصدفة ولا يقدر يكررها بس عنصر السن برضو كابتن فتحي يعني انت عندك أجيال سابقة من فريق النادي الأهلي بيدخلوا بطولات ويروحوا كاس عالم ويدخلوا على كاس أمم أفريقية ويلعبوا بطولات يعني عندهم احتكاك دولي وأفريقي كبير انت عندك في الجيل ده مش كلهم عندهم نفس الحنكة انجاز التعبير مفيش الحنكة لكن عندهم الطموح بقى انهم يعملوا اللي عملوه اللي قبلهم يعني الاجيال السابقة يعملوها بس الجيل لما كمان نزل متوسط عمر الفرقة من سنتين كانت اعلى من دلوقتي فمتوسط عمر الفرقة لما بتنزل بتدي الحيوية اكتر لازم نعرف حاجة او سر النادي الاهلي لو تشوفوا متوسط اعمار الفرقه دلوقتي 26 سنه هتقول طب ايه يعني متوسط 26 سنه لو جبنا كاس العالم عملوا احصائيه هم الاتحاد الدولي وفي دراسات الاتحاد الدولي واحنا موجودين هناك جبنا كاس العالم من 1990 في ايطاليا وبعدين بعديها كانت في امريكا وثم فرنسا ثم المانيا فرنسا ثم كوريا يابان ثم جينا المانيا ثم رحنا جنوب افريقيا ثم رحنا البرازيل جبنا الفرق اللي بتكسب كاس العالم متوسط اعمار الفرقه اللي خدت كاس العالم ايا كانت الفرقه مختلفه 26 سنه نفس الرقم هو نفس الرقم اذا ال 26 سنه ده هو قمه النضج الكروي لفرقه تكون مكتمله مش كلهم 26 يعني انا بقول متوسط 26 يعني هتلاقي فرقه
في لعيبه فيها 28 في لعيبه 22 طبعا. وده هتلاقيه عندنا في النادي الاهلي وهتلاقي لعيبه 30 وهتلاقي عندنا لعيبه 21 عندنا اعمار مختلفه يعني سعد سمير 33 افشا 25 يعني في كل الاعمار فعلا. وبعدين انزلي على اللي هم في المنتخب الاولمبي يعني الناس طيب. اللي انا هستاذن حضرتك بس كابتن فتحي نروح معاكم دلوقتي لتنزانيا سريعا والزميل عزيز شريف شعبان وكواليس اكيد بعثت الاهلي في تنزانيا والمؤتمر الصحفي كمان لمباراه الاهلي وسيمبا التنزاني كل ده عايزين نتابعه دلوقتي مع زميلنا العزيز شريف. يا شريف بصبح عليك انا وكريم في البدايه وكل جمهور يعني 10 الصبح في الاهلي وقناه الاهلي بيتابعك دلوقتي عليك وكابتن فتحي طبعا بيصبح عليك صباح الخير في البدايه. صباح الخير نهاوند، صباح الخير كريم، صباح الخير كابتن مصر الكابتن فتحي نصير ولكل جماهير النادي الاهلي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان من استاد بنجامين اللي هيقام عليه المباراه بكره باذن الله في الرابعه عصرا بتوقيت تنزانيا، الثالثه عصرا بتوقيت القاهره. يمكن ارضيه الملعب بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، ارضيه الملعب كويسه جدا الى حد ما، طبعا بالسيئه خالص يتلعب عليها كوره باذن الله يكون التوفيق بكره مع لاعبي النادي طيب. الاهلي شريف النهارده يوم النادي الاهلي بدا في التاسعه والنصف. شريف بص يا شريف انا هروح معاك كده كذا نقطه وهسيب لك طبعا المجال لان دي نقطه كنت عايز ابدا معاك فيها فكره الملعب لان احنا كان معانا خبر ان كان امبارح اثناء المران كان موسيماني وقف التمرين لان كان في مشاكل في الملعب فطمنا فعلا دلوقتي الوضع عامل ازاي. تاني حاجه درجه الحراره لان احنا برده كنا تحدثنا ان ربما هي مش مالوفه للعيبه بتوعنا فعايزين نطمن يعني من القصه دي ان الامور تمام واللعيبه حاسين يعني باسترخاء او حاسين يعني ان الجو مش مؤثر عليهم بشكل سلبي. ثالث حاجه طبعا همشي معاك انا وكريم على كواليس اليوم النهارده هتتم ازاي والمران اللي هيحصل والمؤتمر الصحفي. اتفضل يا شريف. تمام ابدا لك من الملعب، الملعب اللي يهم كل جماهير النادي الاهلي، الاهلي لسه الى الان ما اتمرنش ولا تمرين على ملعب المباراه، هيتمرن النهارده في الرابعه عصرا بتوقيت تنزانيا، الثالثه عصرا بتوقيت القاهره، التمرين الرئيسي للنادي الاهلي، الاهلي بالامس واول امس اتمرن على ملعب فرعي جنب الفندق او بجوار الفندق حوالي اربع خمس دقائق بجوار الفندق، ولكن الاستاد اللي هيقام عليه اللقاء يمكن من الفندق اللي بيقيم فيه النادي الاهلي الى الاستاد حوالي 25 دقيقه ل 28 دقيقه بالظبط، كان وصلنا الى استاد بنجامين اللي من خلفي اللي هيقام عليه المباراه، ارضيه الملعب اللي هتقام عليه المباراه ارضيه كويسه جدا جدا جدا، ويمكن مستر بيتسو موسيماني وايمن اشرف والدكتور عمرو محب مترجم الفريق كانوا حريصين ينزلوا على ارض الملعب ويعني ما اشتكوش خالص من ارض الملعب، هيبان بقى في التمرين النهارده اللي هيكون الساعه الرابعه عصرا اللعيبه ما تنزل على ارض الملعب هنشوف اللعيبه هتشتكي ولا لا، ولكن من النظره الاولى يعني شكل الملعب لا البدايه مبشره، الملعب كويس احسن بكتير جدا من ملعب التدريب. النهارده كان في مؤتمر صحفي الساعه 11 صباحا بتوقيت تنزانيا، الاتحاد الافريقي اجله ساعه للساعه الثانيه 10، وبالفعل حضر مستر بيتسو موسيماني وحضر الدكتور عمرو محب وكابتن الفريق الكابتن ايمن اشرف واتكلم في مستر بيتسو موسيماني بعد سؤاله مع الصحفيين يمكن بشكل مختصر، اتسال في اول المؤتمر فريق بيشارك في كاس العالم للانديه وبيحصل على الفريق المركز الثالث على مستوى العالم شايف بقى ازاي وانت بتيجي تلعب هنا في تنزانيا، الاول حياهم بلغه البلد مستر بيتسو موسيماني، مستر بيتسو موسيماني بيعرف يتعامل في الاجواء الافريقيه احسن معامله يعني كسب على طول ود الصحفيين بالسلام بتاعه بنفس اللغه اللي في تنزانيا، ممكن قال اللعب في قطر كان صعب للغايه ولكن الامور تختلف والعوامل الجويه بتختلف ومنافسات دوري الابطال مختلف خالص عن بطوله كاس العالم، ولكن بطوله كاس العالم ضافت لنا خبرات ولكن خدت مننا لعيبه كتيره في الاصابات، ولكن الاهلي بما انحضر وما عنديش اعذار ومركز جدا في المباراه، والاهلي يمكن اخر مره لعب على هذا الملعب للاسف كان فيه هزيمه، ولكن انا بطالب اللاعبين ان يفوزوا ويعوضوا الهزيمه السابقه. تغييرات الطقس بقى اللي بتتكلم عليها زميلتي نهاوند وزميلي كريم ان مأثره على لعيبه النادي الاهلي ولا لا، قلت لكم امبارح في رسالتي ان مستر موسيماني اتعامل مع هذه الجزئيه بكل احترافيه بكل ذكاء شديد، جرب
اقرب لاعبي النادي الاهلي في الثانيه ظهرا بتوقيت تنزانيا، الواحده ظهرا بتوقيت القاهره، عشان يتعودوا اكثر على صعوبه الجو. بالفعل امبارح في تمرين امبارح لاعبي النادي الاهلي ادوا تمرينه قويه جدا، احمال قويه جدا، فلا النادي الاهلي بدا يتعود على الجو باذن الله. باذن الله مش هيبقى فيه مشكله في الطقس، الجو حر جدا، الرطوبه عاليه جدا، ولكن باذن الله باذن الله لاعبي النادي الاهلي اهل لها. يعني النهارده كمان اتكلم في المؤتمر ايمن اشرف، وان هو اتكلم ان اتكلموا مع اللعيبه واللعيبه جاهزه بشكل كبير للمباراه، مباراه صعبه، بنحترم الفريق. مستر بيتسو موسيماني اتسال في نهايه المؤتمر عن فريق سيمبا التنزاني وتابعته ولا لا، اتكلم طبعا تابعته، فريق قوي جدا وعنده لعيب في وسط ملعب كويس، عنده المهاجمين كويس، اتكلم بكل استفاضه في المؤتمر عن فريق سيمبا التنزاني، ويبدو ان مستر بيتسو موسيماني مذاكر سيمبا كويس جدا جدا جدا. يا رب باذن الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي بكره باذن الله في الرابعه عصرا. معاك نهاوند، معاك كريم، لو في اي استفسار. انا بالنسبه لي تغطيه اكثر من رائعه، بنشكرك جدا عليها يعني زميلنا العزيز شريف شعبان، واكيد زي ما دايما بنقول تغطيه مستمره على قناه الاهلي. شكرا لك. عوده لضيفنا العزيز كابتن فتحي نصير، وكنا وقفنا في الكلام قبل ما نروح في يعني الى رساله تنزانيا عند تفصيله الاعمار ومتوسط الاعمار. انا عايز اسال حضرتك سؤال، لو افترضنا جدلا، انا مش بتكلم بقى دلوقتي على لا على النادي الاهلي ولا على سيمبا التنزاني، بتكلم على المبدا ذات نفسه، لما يكون عندك فريق اغلب العناصر اللي فيه عندهم خبرات سابقه متراكمه وعندهم الحنكه بتاعه التعامل مع فرق من مدارس كرويه مختلفه افريقيه واوروبيه الى اخره، في مقابل فريق ما عندوش نفس الحنكه ولا نفس الخبره، ولكن في المقابل عنده متوسط اعمار اصغر نسبيا وعنده مهارات فرديه عند كل لعيبه، مين بيكون الاتقل عاده في الظروف اللي زي كده ولا سيما في بطولات افريقيه؟ طبعا اللي عنده خبرات هتكون لها ميزه، بس لازم نعرف ان النادي الاهلي ما بيبصش لتحت رجليه. لو فرقه واحده فيها كل الخبرات وفيها السن الكبير ده كله، اول ما الفرقه دي تبطل لازم هيقع النادي سنتين ثلاثه غير ما يلم نفسه. لكن الطريقه اللي فيها النادي الاهلي، النادي الاهلي انا ما بلغيش الخبرات، في خبرات يعني في النضج، احنا قلنا في 28 29 سنه ده قمه الخبره طبعا، في 26 27 اللي هم النضج الكروي المظبوط، في ال 22 اللي هو في الحيويه. يبقى اذا الشباب الناس الكبار اللي هم عندهم 29 سنه مش هيجروا كتير لكن عندهم خبره كتيره، والصغيرين هيجروا كتير لكن ما عندهمش خبره كتير، فيقدروا يعوضوا اللعيبه دي. دي نقطه مطمئنه بقى بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره. ايوه، فاذا مطمئن النادي الاهلي لانه بيمزج بين الكل. ليه؟ لما بتمزج بين الكل انت عندك التلات اجيال موجوده في فرقه واحده، مش جيل واحد. لو جيل واحد كله صغير يبقى خطر، ولو جيل واحد كله كبير برضه يبقى خطر. ده خطر هيقعد فتره عقبال ما يبقى جاهز طبعا. وده خطر انه لما هيقعد سنتين ويقع. لكن انت كده ده من ضامن على الاستمراريه، واحنا خدنا الخط ده بقى في الاستمراريه، لان برضو بعد جيل يعني المجموعه الاولانيه بركات وبركات والناس دي كلها، كل ده فضيت الساحه شويه واللعيبه قلوا شويه لغايه ما احنا دعمنا الفرقه وظبطت تمام، وبقت دلوقتي قادره على الاستمراريه والضمان للنجاحات في المستقبل ان شاء الله. طيب جميل جدا، خليني اروح بقى مع نقطه شريف قالها. يعني هو اتكلم في كذا حاجه مهمه، ولكن فكره هنا ان احنا نتكلم عن النادي الاهلي خارج من يعني بطوله ورا بطوله ورا بطوله ورا ماتش، اثر برضو مشاركتنا في المونديال عالم للانديه ان احنا عندنا خرجنا باصابات الى حد ما، ف برضو ده حضرتك بتشوفه ازاي مدى تاثيره على الماتشات اللي جايه؟ احنا لسه عندنا ماتشات كتيره جدا. لا، ما الاصابات دي ما حدش هيقدر يمنعها، لان في اصابات قدريه طبعا، وفي اصابات انها مش يعني بان اللاعب مش مهتم او التدريب فيه حاجه غلط. كل اصابات النادي الاهلي كلها اصابات قدريه كويس. ما هياش اصابات نتيجه خلل أو خلل في الاعداد البدني للفرقه، او اعداد اللاعب نفسه او السلوكيات اللاعب، ما دي كلها بتجيب الاصابات. ولكن انا شايف ان الاصابات دي يعني طبعا بتحصل في كل فرق، اهم حاجه أيوة. يكون عندك البديل الكفء اللي ما يحسسكيش ان انت يعني في اصابات. احنا لعبنا المريخ
وعندنا لعيبة أساسيين كانوا بيلعبوا في كاس العالم ما لقيناهمش جنبنا لكن الفرقة أدت ونجحت. كان كهربا حسين الشحات يعني كان كهربا وكان حسين الشحات وليد سليمان ممدورة علي معلول كل دوات ما لعبوش وأيمن أشرف برضو ما لعبش المباراة دي. يعني إذا 4-5 ما لعبوش. طب 4-5 لو في فرقة ما فيهاش البدائل اللي هي مؤثرة والبدائل اللي هي في مستوى اللي بيلعبوا. إذا المجموعة لما قلناه في الأول في أول استوديو إن أول اللي عندنا من 18 ل 20 لاعب كله مستوى واحد. احنا فكرة بس في الكامباك ان انا لما عايز بقى اللعيبة بتوعي يرجعوا لان للأسف كان هم ما عندهمش فترة او رفاهية المدة لان احنا ماتش ورا ماتش. ما هو ده عشان الدوري وبقالنا كتير على مدى الحال يعني طلعنا من دوري على كاس على مشوار افريقيا على مونديال كاس العالم للأندية بالزبط. وبالمناسبة يعني على ذكر الكامباك بقى فكرة العودة ان شاء الله بإذن الله العودة بعد انتصار ربنا يصلح الحال إن شاء الله. فكرة إن الأهلي ليه ثلاث مؤجلات ليه ثلاث مباريات مؤجلة لو فاز فيهم إن شاء الله هيكون هو المتصدر الدوري بفارق تقريبا نقطة واحدة عن الزمالك برضو دي من ضمن الحاجات اللي ممكن يبقى يعني أكيد موسيماني حاططها في الاعتبار فكرة الروتيشن فكرة إن هو يحافظ على عناصر معينة تهمه أكتر في مباريات إفريقيا عن المباريات المحلية. يعني النوع ده من الأفكار لازم يكون خطر له على باله ولا إيه؟ أكيد أكيد هو بيفكر في كل ده وأي مدير فني بيفكر في كل ده. هو بيفكر في قوام اللعيبة اللي عنده وبعدين ما ننساش حاجة إحنا عندنا في عدو شرس وعدو ما بيرحمش الكورونا الكورونا ممكن يحرمك من لعيبه في اي لحظه ما تضمنيش وحصلت قبل كده يعني طبعا. وكان لها دور فيعني هي قطر ما حصلتش في الدوحه هناك لان كان فيه القاعه مظبوطه ف 100% هنا ما تقدريش تظبطيها 100% لان اللعيبه بتروح برضو ليهم اهالي وجيران واصدقاء بتروح لبيوتها في جيران في اصدقاء في بيمشي في العربيه طبعا. بيمشي في الشارع فهنا ما تقدريش تضمنيها فده برضو عدو شرس يعني ضد نجاح أي فرقة. لكن برضو كل ما كان عندك العناصر المتميزة والقادرة على يعني فعل الأداء العالي لأي فرقة والنادي الأهلي الحمد لله بيتمتع بأي شكل من الأشكال إن احنا مش هنتكلم دلوقتي حضرتك نورتنا كان النادي الاهلي والفريق وساعدنا جدا العشرة اللي كانت معانا وان شاء الله يعني نتائج وحضرتك اسعد امام بطل تنزانيا لا سيما ان قدر ان شاء الله باذن الله كريم باذن الله نهون باذن الله وتكون بشرة خير يا رب. واحنا في يوم الشمس استطعنا في القاهره والنيل حلو وانتوا كمان كل وشكم حلو علينا باذن الله يا رب يخليك سعداء بيك يعني بجد يا كابتن ومبسوطه حضرتك في بدايه الفقره قال لي ان حضرتك بتتابعنا على طول صح طبعا كده؟ طبعا أيوة. طبعا شرف لينا يا كابتن ان شاء الله تبقى مباراه قويه وتوقعات احنا هنعمل التوقعات بكره بلاش النهارده بس انا توقعت المريخ السوداني والاهلي صح انا قلت 3-0 للاهلي بكره بقى نقول التوقعات ان شاء الله بس النهارده كده الحلقه خلصت فنشوفكم انا وكريم باذن الله بكره 10 الصبح في الاهلي. طيب فقرتنا بقى دلوقتي هنتكلم عن اخر استعدادات الاهلي لمباراه سيمبا التنزاني واكيد لازم نرحب بكابتن فتحي نصير نجم الاهلي السابق اللي منورنا في الفقره دي. صباح الفل. صباح الخير والعشره صباحا وصباح كل حاجه حلوه للشعب المصري الجميل. نورنا يا كابتن فتحي. سعداء بوجود حضرتك معانا يا كابتن فتحي وطبعا عندنا موضوع مهم نتكلم مع حضرتك فيه مباراه الغد ان شاء الله اللي بطبيعه الحال اكيد هتكون مختلفه الى حد كبير عن مباراه الاهلي مع المريخ السوداني. احنا بنتكلم على فرقتين هما الاثنين حاطين نصب اعينهم فكره الفوز وصداره المجموعه. فحضرتك متخيل ماتش بكره هيكون عامل ازاي؟ هل نتيجه امور معينه ممكن جدا يبقى فريق سيمبا مهتم انه من اول لحظه يهاجم ولا ممكن يبقى يعني قافل الخطوط امام النادي الاهلي؟ رؤيتك كده الماتش بكره باختصار هتكون عامله ازاي؟ هو باختصار طبعا المباراه دي غير مباراه المريخ لان المريخ اول مباراه في المجموعه الاهلي كان لسه راجع من كاس العالم. دوافع المريخ غير دوافع سيمبا دوافع الاهلي غير برضو دوافع الاهلي في المباراه الاولى. المباراه دي الفرقتين كسبانين فنمره واحد في صراع قمه المجموعه طبعا يبقى دافع عند الفرقتين الاثنين عاوزين قمه المجموعه مع فارق الاهلي انه 3 اهداف وسيمبا هدف واحد. الحاجه الثانيه ان المباراه دي بجمهور
المباراة الثانية بتاعت المريخ ما كانش فيه جمهور. 30,000 متفرج مفروض. 30 اللي هو نص تعداد الاستاد. ساعة الاستاد 60,000 هم 30,000. طبعا 30,000 هيؤثروا. أكيد. لكن النادي الأهلي هنقول طب ما لعبش قدام جمهور الجيل ده. لا الجيل ده ممكن يكون لعب في كأس العالم. يعني واحنا في الدوحه لعبنا قدام جمهور بس كان كل جمهور نادي الاهلي. صحيح. يعني حسينا احنا في مصر. يعني جمهور النادي الاهلي هنا الجمهور بتاعهم. فدي طبعا دي دوافع ودروس كمان الفرقه هتستفيد بيها انها تاخد الخبرات الافريقيه الجماهيريه. هو جمهور وجو كمان. درجه رطوبه عاليه وحراره عاليه. معروف ان في تنزانيا دلوقتي درجه حراره عاليه ورطوبه عاليه جدا. الرطوبه عاليه عاليه يعني. صحيح. ممكن توصلها 70 وساعات بتوصل 80% والحراره برضو عاليه. المباراه دي هتقام الساعه 3. احنا متعودين مبارياتنا اللي هي بتكون بعد الظهر. وبرضو ذكاء من اداره الكوره والاداره الفنيه وموافقه مجلس الاداره انه يسافروا بدري. لما سافروا يوم الجمعه ناس بتقول هنسافروا بدري ليه؟ عشان يتاقلموا كمان. يعني لو هيلعبوا في نفس الوقت مفيش مشكله. لكن ده انت هتلعب الساعه 3 يعني المفروض تكون الساعه 3 انت قمه الفوقان والوعي للفرقه. احنا هنا الساعه 3 هي وقت الاسترخاء لان انت بتتمرن الساعه 6 او بتلعب الساعه 8. ف 3 دي وقت الاسترخاء للعيبه. فلازم تغير الساعه البيولوجيه للعيبه دي في الثلاث ايام اللي هم هيروحوها. طب كابتن فتحي اصلا ليه الساعه يعني 3 بتوقيت طبعا تنزانيا 2؟ ليه الميعاد ده وتنزانيا معروف يعني درجه حراره مرتفعه جدا؟ هم عندهم إيه السبب؟ لا هم عندهم لان بيفكروا ازاي يكسبوا ازاي يلعبوا الفرق اللي قدامهم يصعبوا الموقف اكتر. ايوه لازم يصعبوا بالنسبه لهم صعبه لان هم متعودين على كده. طبعا هما يجوا لك يعمل لك مباراه في توقيت غير اللي انت متعود عليه. برضو دي العلم والدراسه والحاجات دي اهلت الناس المدربين والاخصائيين والمتخصصين في انهم ازاي يتعاملوا بكل عناصر يعني يلعبوا بكل الكروت يعني بكل الكروت بتاعتهم. بس هو بالمناسبه هم اللي لازم يعني هم اللي من حقهم يلعبوا بالكروت ولا في الاتحاد هو اللي يحدد المباريات ويحدد انهي ملعب والساعه كام؟ لا هم بيحدد الاتحاد الافريقي بيحدد المباريات. بيجي لك انت الليسته بتقول المباراه يقول لك ما عنديش اضاءه في الفتره دي ما عنديش اضاءه هتعمل ايه؟ وفي مساحه للنوع ده من الامور؟ هيقول لك ما عنديش اضاءه على ارضه الارض الاضاءه عندي غير سليمه غير صحيه غير مضمونه فمضطرين نلعب الماتش او يقول لك انا عندي حظر تجول عشان الكورونا فما فيش بالليل حظر تجول زي مثلا السنغال فيها دلوقتي حظر تجول بالليل. بس تنزانيا مش بيواجهوا قوي مشكله ما عندهمش اصلا بيقولوا ما فكروش انه عندهم يعني هم على درجه حراره زي كده يعني لا ده خلاص يعني ما بتروحش ناحيتهم كمان الكورونا يعني ما بتجيش المكان ده فيروس يتشوي طبعا. فطبعا هم بيختاروا التوقيتات اللي تناسبهم وتضعف الخصم وده برضو كل الحاجات دي احنا يعني احنا بنتمرن هناك الساعه 2 مش الساعه 3 يعني المباراه الساعه 3 فمباراه 2 يعني توقيتنا احنا الساعه 3 بتوقيتهم هناك برضو بيتمرنوا الساعه قبلها بساعه ليه؟ عشان درجه الحراره تكون عاليه اكتر والظروف تكون اصعب وتكون اللعيبه فايقه في هذا التوقيت مش واخده على الاسترخاء هنا زي مصر. فالساعه البيولوجيه تتغير اللعيبه وقت الفطار هيتغير وقت الغداء هيتغير وقت العشاء هيتغير. اذا كل الحاجات دي عايزه وقت. يعني حضرتك لما تسافري او تروحي مكان لو تغيري ميعاد الاكل مش هتاكلي لو تغيري ميعاد الفطار ولا تغيري ميعاد النوم ما بتناميش على طول. فلازم كانوا يتعودوا عشان كده هم سافروا في التوقيت ده ومحضرين نفسنا ان شاء الله باذن الله الفرقه لهذه المباراه الحاسمه باذن الله حاسمه فاصله لقمه المجموعه ان شاء الله. طيب التشكيل طبعا لسه يعني ما نقدرش نتكلم عنه دلوقتي لم يحسم بعد اكيد من قبل موسيماني ولكن احنا لو هنقارن او نتوقع نقول مثلا هل ممكن يبدا بنفس تشكيل المريخ من وجهه نظر حضرتك هل هيدفع ببواليا من بدايه المباراه خصوصا ان هو في المباراه الاخيره مع المريخ السوداني يعني هو تالق او بدا يعني خلاص يعني مشوار التالق فمتوقعين منه برضو ان شاء الله المباراه غدا ان هو يحرز اهداف وجهه نظر حضرتك ايه؟ وجهه نظري انه في حاجات ثوابت في الفرقه
مش موضوع ان انا بلعب بره او جوه، لكن التغيير هيكون واحد او اتنين، عمره ما هيغير كتير، لان الفرق بيننا دلوقتي ان الفرقه اصبح لها هيكل، فيها شيب، فيها تشكيل، فيها ثبات. يعني شناوي شناوي طبعا الشغل ده اللي احنا بنقوله اجتهادات وليس قرارات، القرارات بتبقى قرار مش مسماني صحيح. احنا لو شفنا حارس المرمى شناوي شناوي مفيش مشكله، خط الظهر الثلاثه هم هم اللي هو هاني وبنوب وياسر بدر بدر بنوب البي بي بدر بنوب دلوقتي الشمال بقى هي اللي وحيد او اشرف يعني ناحيه الشمال، هي دي اللي ممكن اللي هيفكر فيها على حسب يعني ايمن اشرف او وحيد، لان وحيد ادى بكفاءه عاليه جدا يوم مباراه المريخ السوداني. اللي انا بفكر مش اللي بفكر بحس بيه لهذه المباراه، طالما في جماهير واول مره هنلعب قدام جمهور زي ده وبتلعب، يبقى بتلعب ضد جمهور، بتلعب ضد درجه حراره، بتلعب ضد درجه رطوبه، بتلعب مع فرقه متحفزه هي الاول وهتنزل تهاجم من الاول ممكن يلعب بثلاثه في النص، ثلاثه يعني مثلا يلعب بحمدي ويلعب اكرم وديانج الثلاثه دولت ممكن عشان يوقف يعني تقدم المهاجمين لغايه ما يعرف شكل الفرقه قدامه ايه وفين. هو رغم انه شافها، شاف مبارياتها وشافها كده، بس يوم المباراه بيبقى فيه الفرقه لها شكل تاني، واول 10 دقايق بتبقى دايما فيها جس نبض متبادل، فلازم يكون كل ده، لان هو موسيماني من النوع اللي هو ما بيستعجلش، يعني مش عايز يجيب الجول في اول دقيقه. بالمناسبه كابتن فتحي احنا طبعا النادي الاهلي لاعب نفس الفريق في الموسم قبل الماضي وخسر بهدف وحيد. الحكايه دي الى اي درجه ممكن تبقى يعني وحيد يعني هدف واحد، هدف واحد بس مش وحيد لا لا وحيد هو ملوش اخوات هو لا اخ يتيم فالحقيقه دي ممكن تبقى عنصر سلبي ولا ايجابي في حاله النادي الاهلي، بمعنى هل ممكن تبقى حافز بالنسبه له عشان ما يتكررش نفس السيناريو مره ثانيه، ولا ممكن يكون ليه نتيجه او مضاعف؟ كل مباراه لها ظروفها. فرقه النادي الاهلي دلوقتي غير فرقه النادي الاهلي من سنتين، ثبات فرقه النادي الاهلي دلوقتي غير ثبات الفرقه من سنتين، اللعيبه كمان اللي بتلعب دلوقتي مش موجوده من سنتين، اذا كل مباراه لها ظروفها، المباراه دي غير المباراه دي ولا تقاس، هي اصبحت الثانيه في التاريخ لكن مش في الملعب، يعني هذه المباراه اصبحت التاريخ، كسب 1-0 لكن لن تؤثر على نتائج المباراه دي، لان المباراه دي دوافعها مختلفه وعناصر اللعيبه اللي بتلعب المباراه والقياده الفنيه مختلفه، وبعدين الطموحات والدوافع بتاعه النادي الاهلي جاي كفرقه ثالث كاس عالم خلاص خد يعني الثقه مش الغرور، عنده بقى عنده ثقه انه في اي وقت هيقدر يجيب جول، دليل ان يوم ماتش المريخ كل الناس وهو مش مستعجل عارف ان فرقته هتجيب، وجبنا ثلاث اجوال ممكن كريبه ثلاثه اربعه، فطالما في 90 دقيقه مختلفه على هناك هو لازم يامن في بداية المباراة عشان يشوف شكل الفرقة ايه، لأن كل هم يتأخروا عن تسجيل أهداف دي هتأثر على اللعيبة بتاعتهم، هتخلي عندهم تسرع والتسرع يدي صربعة ويدي عدم تركيز، وعدم التركيز يبقى مفيش دقة، يبقى مفيش لا في دقة في التمرير ولا في دقة في الاستلام ولا كده، هيخرجوا عن وعيهم. في الحالة دي ممكن النادي الأهلي يقدر يغير من يعني من شكله يعني. اما بواليا لما نهوان بتقول يعني هل هو ممكن يلعب بيه؟ اكيد يلعب بيه، لانه خلاص هو المشكله كانت عنده انه يجيب جول بالظبط، يعني فتحت خلاص معاه ليه شعبيه على فكره هناك صحيح طبعا يعني. وبعدين هو في افريقيا طبعا معروف ومشهور وهو اللعب ده اللي يجيد فيه والجو ده هو اللي يجيد فيه بالزبط. فالصراعات دي هيقدر ان يقدر يؤدي فيها وبالشكل فعلا اللي يدوله ثقه اكتر ويكون حاجه يكون احد محرزي الاهداف ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله عندنا ثقه في والتر بواليا اللاعب الاهلي.
عايز اروح مع حضرتك بقى الموضوع اعم شويه. فريق الاهلي لو هتكلم عن الفريق دلوقتي مع حاله الاستقرار الى حد كبير اللي بقت متواجده في الفريق عن مقارنه بسنه فاتت او كمان يعني شهور قليله فاتت، احنا بنتكلم كان في اضطرابات، كان في اصابات، كان في تغييرات في الجهاز الفني، فده اثر اكيد كل الاشكال على الفريق دلوقتي وقبل كده. حضرتك تقارن ازاي؟ لا دلوقتي الفريق في حاله استقرار، حاله ثبات، في حالة نجاحات، في حالة ان هو دلوقتي الاصابات ما بتأثرش دلوقتي، وغياب احد اللاعبين او اثنين او ثلاثة لا تؤثر، لان اصبح عندك بدائل مجموعة لعيبة يعني من 18 20 لاعب كلهم كفاءات، واي واحد دلوقتي هو حافظ هينزل يعمل ايه. ترس في آلة، انت بتغير الترس الاله ماشي على طول وبتطلع قماش. حلو المثل ده. يعني ما يعني انها يعني انت بتغير الترس خلاص المكنه شغاله وبتطلع ايه، بتطلع قماشه، بتطلع نجاحات. اذا الفرقه دلوقتي اصبحت فيها يعني كانوا يتمنوا من زمان ان الفرقه تستقر كده في الشكل. يعني احنا ابسط حاجه يعني نشوف وحيد لما نزل باك شمال ما تحسش ان ده معلول ولا ايمن اشرف اللي كان بيلعب، والراجل ده بقاله كتير ما لعبش، لكن لان كان طول المده التحفيظ او اللعيبه بتبقى عارفه انا لما انزل هادي الدور ده، وهو كمان لما بيشرح في الملعب او بيشرح في الخطه او بيشرح في كده ما بيشرحش للاعب واحد بس اللي بيلعب، بيلعب لكل من يلعب في هذا المكان. اما بيشرح لواحد في وسط الملعب مش بيشرح للاعب واحد، هو بيشرح لكل من هيكون في المكان ده هيأدي الدور ده. وبالتالي لما اللعيبه بتنزل ليه بيقول الكلام ده؟ لان عنده كل لعيبه عندهم هذه الكفاءه. الميزه كمان في لعيبه النادي الاهلي دلوقتي ان عندهم المهارات العاليه. معظم لعيبه النادي الاهلي المهاره، ودي ميزه لازم نشعر بيها كابناء النادي الاهلي ومنتمين للنادي الاهلي. طالما زادت نسبة المهارات في الفرقة تعرف ان نسبة النجاحات هتكون متوفرة. بس ده يرجع كمان يا كابتن فتحي يعني للمدير الفني، المدير الفني بيبقى ليه تأثير كبير جدا. يعني يمكن احنا حللنا مع يعني ضيوفنا المختلفين اول ما باتسو موسيماني جه النادي الاهلي وتولى يعني المهام بتاعته، فعلا احنا شفنا على ارض الواقع لعيبة لم تكن موفقة في السابق بدات ان هي تظهر، ومنهم يمكن مجدي قفشه، مش بقولش ان هو ما كانش موفق بس ظهر بشكل كمان افضل بكتير كمان، وايمن اشرف. يعني عندنا لعيبه فعلا تحس ان هم وجدوا مكانهم بشكل اكبر. السر ايه؟ السر ايه بقى؟ السر المهارات اللي هم بيتميزوا بيها سواء مجدي قفشه او ايمن اشرف. دي النقطه اللي لما هي لما توظفت كمان صح. طالما لعيب عنده مهاره سهل انك تتعاملي معاه، لعيب بيعتمد على اللياقه البدنيه فقط ده ما تقدريش توظفيه كتير، يعني ما تقدريش تخليه يندمج في وسط المجموعه بسرعه. بس برضه موسيماني صبور بشكل ملحوظ، يعني هو هادي متأني وعارف قدرات كل لاعب، وحتى لو حد منهم كان غير موفق في مباراه او مبارتين مش معناه انه بيقفل صفحته، بالعكس بيتغير، لان هو حلله صح او درس اللاعب صح، عارف ان عنده امكانيات، هو كمدرب عارف بيحس بيها. المدرب طبعا بيعرف اللعيبه اللي قدامه، بيعرف اللعيب ده هل وقف الكره دي بالصدفه ولا يقدر يعملها مثلا خمس ست مرات، شاط الكره دي جت جول بالصدفه ولا يقدر يكررها. بس عنصر السن برضو كابتن فتحي، يعني انت عندك اجيال سابقه من فريق النادي الاهلي بيدخلوا بطولات ويروحوا كاس عالم ويدخلوا على كاس امم افريقيه ويلعبوا بطولات، يعني عندهم احتكاك دولي وافريقي كبير. انت عندك في الجيل ده مش كلهم عندهم نفس الحنكه انجاز التعبير، ما فيش الحنكه، لكن عندهم الطموح بقى انهم يعملوا اللي عملوه اللي قبلهم، يعني الاجيال السابقه يعملوها. بس الجيل لما كمان نزل متوسط اعمار الفرقه من سنتين كانت اعلى من دلوقتي. فمتوسط اعمار الفرقه لما بتنزل بتدي الحيويه اكتر، وبعد لازم نعرف حاجه او سر النادي الاهلي، لو تشوفوا متوسط اعمار الفرقه دلوقتي 26 سنه. هتقولي طب ايه يعني متوسط 26 سنه؟ لو جبنا كاس العالم، عملوا احصائيه هم الاتحاد الدولي وفي دراسات الاتحاد الدولي واحنا موجودين هناك، جبنا كاس العالم من 90
1990 في إيطاليا، وبعدين بعديها كانت في أمريكا، وثم فرنسا، ثم ألمانيا، فرنسا ثم كوريا بان، ثم جينا ألمانيا، ثم رحنا جنوب أفريقيا، ثم رحنا البرازيل، جبنا الفرق اللي بتكسب كأس العالم. متوسط أعمار الفرقة اللي خدت كأس العالم أيا كانت فرقة مختلفة 26 سنة. نفس الرقم، هو نفس الرقم. إذا ال 26 سنة ده هو قمة النضج الكروي لفرقة تكون مكتملة، مش كلهم 26، يعني أنا بقول متوسط 26 طبعًا. يعني هتلاقي فرقة في لعيبة فيها 28، في لعيبة 22 طبعًا. وده هتلاقيه عندنا في النادي الأهلي، وهتلاقي لعيبة 30، وهتلاقي عندنا لعيبة 21، عندنا أعمار مختلفة يعني سعد سمير 33، أفشة 25، يعني في كل الأعمار. وبعدين انزلي على اللي هم في المنتخب الأولمبي يعني الناس طيب. اللي أنا هستأذن حضرتك بس كابتن فتحي نروح معاكم دلوقتي لتنزانيا سريعا، والزميل عزيز شريف شعبان وكواليس أكيد بعثة الأهلي في تنزانيا والمؤتمر الصحفي كمان لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، كل ده عايزين نتابعه دلوقتي مع زميلنا العزيز شريف. يا شريف بصبح عليك أنا وكريم في البداية وكل جمهور يعني 10 الصبح في الأهلي وقناة الأهلي بيتابعك دلوقتي، وكابتن فتحي طبعا بيصبح عليك. صباح الخير في البداية. صباح الخير نهاوند، صباح الخير كريم، صباح الخير كابتن مصر الكابتن فتحي نصير، ولكل جماهير النادي الاهلي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان من استاد بنجامين اللي هيقام عليه المباراه بكره باذن الله في الرابعه عصرا بتوقيت تنزانيا، الثالثه عصرا بتوقيت القاهره. يمكن ارضيه الملعب بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، ارضيه الملعب كويسه جدا الى حد ما، طبعا بالسيئه خالص يتلعب عليها كوره باذن الله يكون التوفيق بكره مع لاعبي النادي طيب. الاهلي شريف النهارده يوم النادي الاهلي بدا بس. في التاسعه والنصف. بص يا شريف انا هروح معاك كده كذا نقطه وحاسب لك طبعا المجال، لان دي نقطه كنت عايز ابدا معاك فيها، فكره الملعب، لان احنا كان معانا خبر ان كان امبارح اثناء المران كان موسيماني وقف التمرين لان كان في مشاكل في الملعب، فطمنا فعلا دلوقتي الوضع عامل ازاي. تاني حاجه درجه الحراره، لان احنا برده كنا تحدثنا ان ربما هي مش مالوفه للعيبه بتوعنا، فعايزين نطمن يعني من القصه دي ان الامور تمام واللعيبه حاسين يعني باسترخاء او حاسين يعني ان الجو مش مؤثر عليهم بشكل سلبي. ثالث حاجه طبعا همشي معاك انا وكريم على كواليس اليوم النهارده هتتم ازاي والمران اللي هيحصل والمؤتمر الصحفي. اتفضل يا شريف. تمام، ابدا لك من الملعب، الملعب اللي يهم كل جماهير النادي الاهلي. الاهلي لسه الى الان ما اتمرنش ولا تمرين على ملعب المباراه، هيتمرن النهارده في الرابعه عصرا بتوقيت تنزانيا، الثالثه عصرا بتوقيت القاهره، التمرين الرئيسي للنادي الاهلي. الاهلي بالامس واول امس اتمرن على ملعب فرعي جنب الفندق او بجوار الفندق حوالي 4-5 دقائق بجوار الفندق، ولكن الاستاد اللي هيقام عليه اللقاء يمكن من الفندق اللي بيقيم فيه النادي الاهلي الى الاستاد حوالي 25 دقيقه ل 28 دقيقه بالظبط. كان وصلنا الى استاد بنجامين اللي من خلفي اللي هيقام عليه المباراه، ارضيه الملعب اللي هتقام عليه المباراه ارضيه كويسه جدا جدا جدا، ويمكن مستر بيتسو موسيماني وايمن اشرف والدكتور عمرو محب مترجم الفريق كانوا حريصين ينزلوا على ارض الملعب ويعني ما اشتكوش خالص من ارض الملعب. هيبان بقى في التمرين النهارده اللي هيكون الساعه 4 عصرا اللعيبه ما تنزل على ارض الملعب، هنشوف اللعيبه هتشتكي ولا لا، ولكن من النظره الاولى يعني شكل الملعب لا البدايه مبشره، الملعب كويس احسن بكتير جدا من ملعب التدريب. النهارده كان في مؤتمر صحفي الساعه 11 صباحا بتوقيت تنزانيا، الاتحاد الافريقي اجله ساعه للساعه 12، وبالفعل حضر مستر بيتسو موسيماني وحضر الدكتور عمرو محب وكابتن الفريق الكابتن ايمن اشرف، واتكلم فيه مستر بيتسو موسيماني بعد سؤاله مع الصحفيين يمكن بشكل مختصر. اتسال في اول المؤتمر فريق بيشارك في كاس العالم للانديه وبيحصل على الفريق المركز الثالث على مستوى العالم، شايف بقى ازاي وانت بتيجي تلعب هنا في تنزانيا؟ الاول حياهم بلغه البلد مستر بيتسو موسيماني. مستر بيتسو موسيماني بيعرف يتعامل في الاجواء الافريقيه احسن معامله، يعني كسب على طول ود الصحفيين بالسلام بتاعه بنفس اللغه اللي في تنزانيا. ممكن قال اللعب في قطر كان صعب للغايه، ولكن الامور تختلف والعوامل الجويه بتختلف ومنافسات دوري الابطال مختلف خالص عن بطوله كاس العالم، ولكن بطوله كاس العالم
العالم ضافت لنا خبرات ولكن خدت مننا لعيبة كتيرة في الإصابات، ولكن الأهلي بمن حضر وما عنديش أعذار ومركز جدا في المباراة. والأهلي يمكن آخر مرة لعب على هذا الملعب للأسف كان فيه هزيمة، ولكن أنا بطالب اللاعبين أن يفوزوا ويعوضوا الهزيمة السابقة. تغييرات الطقس بقى اللي بتتكلم عليها زميلتي نهواند وزميلي كريم أني مأثر على لعيبة النادي الأهلي ولا لأ، قلت لكم امبارح في رسالتي أن مستر موسيماني يتعامل مع هذه الجزئية بكل احترافية بكل ذكاء شديد، درب لاعبي النادي الأهلي في الثانية ظهرا بتوقيت تنزانيا الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة عشان يتعودوا أكثر على صعوبة الجو. بالفعل امبارح في تمرين امبارح لاعبي النادي الأهلي أدوا تمرينة قوية جدا، أحمال قوية جدا، فلا النادي الأهلي بدأ يتعود على الجو بإذن الله. بإذن الله مش هيبقى فيه مشكلة في الطقس، الجو حر جدا الرطوبة عالية جدا، ولكن بإذن الله بإذن الله لاعبي النادي الأهلي أهل لها. يعني النهاردة كمان اتكلم في المؤتمر أيمن أشرف وإن هو اتكلم إن اتكلموا مع اللعيبة واللعيبة جاهزة بشكل كبير للمباراة، مباراة صعبة بنحترم الفريق. مستر بيتسو موسيماني اتسأل في نهاية المؤتمر عن فريق سيمبا التنزاني وتابعته ولا لا، اتكلم طبعا تابعته، فريق قوي جدا وعنده لعيب في وسط ملعب كويس، عنده المهاجمين كويس. اتكلم بكل استفاضة في المؤتمر عن فريق سيمبا التنزاني، ويبدو ان مستر بيتسو موسيماني مذاكر سيمبا كويس جدا جدا جدا. يا رب بإذن الله يكون التوفيق مع النادي الأهلي بكرة بإذن الله في الرابعة عصرا. معاك نهواند، معاك كريم لو في أي استفسار. أنا بالنسبة لي تغطية أكثر من رائعة، بنشكرك جدا عليها يعني زميلنا العزيز شريف شعبان، وأكيد زي ما دايما بنقول تغطية مستمرة على قناة الأهلي. شكرا لك. عودة لضيفنا العزيز كابتن فتحي نصير، وكنا وقفنا في الكلام قبل ما نروح يعني إلى رسالة تنزانيا عند تفصيلة الأعمار ومتوسط الأعمار. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، لو افترضنا جدلا، أنا مش بتكلم بقى دلوقتي على لا على النادي الأهلي ولا على سيمبا التنزاني، بتكلم على المبدأ ذات نفسه، لما يكون عندك فريق أغلب العناصر اللي فيه عندهم خبرات سابقة متراكمة وعندهم الحنكة بتاعة التعامل مع فرق من مدارس كروية مختلفة إفريقية وأوروبية إلى آخره، في مقابل فريق ما عندوش نفس الحنكة ولا نفس الخبرة، ولكن في المقابل عنده متوسط أعمار أصغر نسبيا وعنده مهارات فردية عند كل لعيبة، مين بيكون الأتقل عادة في ظروف اللي زي كده ولا سيامة في بطولات إفريقية؟ طبعا اللي عنده خبرات هتكون لها ميزة، بس لازم نعرف أن النادي الأهلي ما يبصش لتحت رجليه. لو فرقة واحدة فيها كل الخبرات وفيها السن الكبير ده كله، أول ما الفرقة دي تبطل لازم هيقع النادي سنتين ثلاثة غير ما يلم نفسه. لكن الطريقة اللي فيها النادي الأهلي، النادي الأهلي أنا ما بلغيش الخبرات، في خبرات يعني في النضج، احنا قلنا في 28 29 سنة ده قمة الخبرة طبعا، في 26 27 اللي هم النضج الكروي المظبوط، في ال 22 اللي هو في الحيوية. يبقى إذا الشباب الناس الكبار اللي هم عندهم 29 سنة مش هيجروا كتير لكن عندهم خبرة كتيرة، والصغيرين هيجروا كتير لكن ما عندهمش خبرة كتير، فيقدروا يعوضوا اللعيبة دي. دي نقطة مطمئنة بقى بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره. أيوة، فإذا مطمئن النادي الأهلي لأنه بيمزج بين الكل. ليه؟ لما بتمزج بين الكل أنت عندك الثلاث أجيال موجودة في فرقة واحدة مش جيل واحد، لو جيل واحد كله صغير يبقى خطر، ولو جيل واحد كله كبير برضه يبقى خطر. ده خطر هيقعد فترة عقبال ما يبقى جاهز طبعا. وده خطر إنه لما هيقعد سنتين ويقع. لكن انت كده ده من ضامن على الاستمرارية، واحنا خدنا الخط ده بقى في الاستمرارية، لان برضو بعد جيل يعني المجموعة الاولانية بركات وبركات والناس دي كلها، كل ده فضيت الساحة شوية واللعيبة قالوا شوية لغاية ما احنا دعمنا الفرقة وظبطت تمام، وبقت دلوقتي قادرة على الاستمرارية وضمان للنجاحات في المستقبل إن شاء الله. طيب جميل جدا، خليني أروح بقى مع نقطة شريف قالها، يعني هو اتكلم في كذا حاجة مهمة، ولكن فكرة هنا ان احنا نتكلم عن نادي الأهلي خارج من يعني بطولة ورا بطولة ورا بطولة ورا ماتش، أثر برضو مشاركتنا في المونديال عالم للأندية ان احنا عندنا خرجنا بإصابات إلى حد ما، ف برضو ده حضرتك بتشوفه ازاي مدى تأثيره على الماتشات اللي جاي؟ احنا لسه عندنا ماتشات كتيرة جدا. لا، ما الاصابات دي ما حدش هيقدر يمنحها، لان في اصابات قدرية طبعا، وفي اصابات انها مش يعني بان اللاعب مش مهتم او التدريب في حاجة غلط. كل اصابات النادي الاهلي كلها اصابات قدرية، ما هياش اصابات
نتيجة خلل 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 في الإعداد البدني للفرقة أو إعداد اللاعب نفسه أو السلوكيات اللاعب، ما دي كلها بتجيب الإصابات. ولكن أنا شايف إن الإصابات دي يعني طبيعة بتحصل في كل فرق. أهم حاجة يكون عندك البديل الكفء اللي ما حسكيش إن أنت يعني في إصابات. إحنا لعبنا المريخ وعندنا لعيبة أساسيين كانوا بيلعبوا في كأس العالم ما لقيهمش جنبنا، لكن الفرقة أدت ونجحت. كان كهربا وحسين الشحات يعني كان كهربا وكان حسين الشحات وليد سليمان ممدورة علي معلول كل دوات ما لعبوش وأيمن أرشب برضو ما لعبش المباراة دي. يعني إذا 4-5 ما لعبوش، طب 4-5 لو في فرقة ما فيهاش البدائل اللي هي مؤثرة والبدائل اللي هي في مستوى اللي بيلعبوا. إذن المجموعة لما قلناه في الأول في أول استوديو إن أول اللي عندنا من 18 ل 20 لاعب كله مستوى واحد. احنا فكره بس في الكامباك ان انا لما عايز بقى اللعيبه بتوعي يرجعوا، لان للاسف كمان هم ما عندهمش فتره او رفاهيه المده، لان احنا ماتش ورا ماتش. ما هو ده عشان الدوري بقالنا كتير على ده يعني الحال. يعني طلعنا من دوري على كاس على مشوار افريقيا على مونديال كاس العالم للانديه بالزبط. وبالمناسبه يعني على ذكر الكامباك بقى، فكره العوده ان شاء الله باذن الله العوده بعد انتصار ربنا يصلح الحال ان شاء الله. فكره ان الاهلي ليه ثلاث مؤجلات، ليه ثلاث مباريات مؤجله، لو فاز فيهم ان شاء الله هيكون هو المتصدر الدوري بفارق تقريبا نقطه واحده عن الزمالك. برضو دي من ضمن الحاجات اللي ممكن يبقى يعني اكيد موسيماني حاططها في الاعتبار، فكره الروتيشن، فكره ان هو يحافظ على عناصر معينه تهمه اكتر في مباريات افريقيا عن المباريات المحليه. يعني النوع ده من الافكار لازم يكون خطر له على باله ولا ايه؟ اكيد اكيد هو بيفكر في كل ده، واي مدير فني بيفكر في كل ده. هو بيفكر في قوام اللعيبه اللي عنده. وبعدين ما ننساش حاجه، احنا عندنا في عدو شرس وعدو ما بيرحمش، الكورونا. الكورونا ممكن يحرمك من لعيبه في اي لحظه ما تضمنيش. حصلت قبل كده يعني طبعا. وكان لها دور، فيعني هي قطر ما حصلتش في الدوحه هناك لان كان فيه القاعه مظبوطه ف 100%. هنا ما تقدريش تظبطيها 100% لان اللعيبه بتروح برضو ليهم اهالي وجيران واصدقاء، بتروح لبيوتها طبعا. في جيران في اصدقاء في بيمشي في العربيه طبعا. بيمشي في الشارع، فهنا ما تقدريش تضمنيها. فده برضو عدو شرس يعني ضد نجاح اي فرقه. لكن برضو كل ما كان عندك العناصر المتميزه والقادره على يعني فعل الاداء العالي لاي فرقه، والنادي الاهلي الحمد لله بيتمتع باي شكل من الاشكال ان احنا مش هنتكلم دلوقتي. حضرتك نورتنا على النادي الاهلي والفريق وساعدنا جدا بالعشره اللي تحتينا، يعني نتائج وحضرتك اسعد امام بطل تنزانيا لا سيما ان قدر ان شاء الله باذن الله كريم باذن الله نهون باذن الله وتكون بشرة خير يا رب. واحنا في يوم الشمس سطعنا في القاهره والنيل حلو، وانتم كمان كل وشكم حلو علينا باذن الله. يا رب يخليك سعداء بيك يعني بجد يا كابتن، ومبسوطه حضرتك في بدايه الفقره قال لي ان حضرتك بتتابعنا على طول صح كده؟ طبعا شرف لينا يا كابتن. ان شاء الله تبقى مباراه قويه وتوقعات. احنا هنعمل التوقعات بكره بلاش النهارده. بس انا توقعت المريخ السوداني والاهلي صح، انا قلت 3-0 للاهلي. بكره بقى نقول التوقعات ان شاء الله. بس النهارده كده الحلقه خلصت، فنشوفكم انا وكريم باذن الله بكره 10 الصبح في الاهلي.